شيء من هالقبيل في دفنه صلى الله عليه وسلم. أخذ بعض روايات أهل الخلاف مناقشة في هذا الخصوص. ولما ألف كتاب هذا ذو الثلاثة أجزاء كشف المتواري أرسله إلي مع أحد الإخوة في سنة 2006. قديم هو هذا الكتاب في الحقيقة يعني. وين كانوا هالكتب؟ إيه بعد تلقى هسه يمكن منتشر كذا. بيان حكومة الكويت الخرقاء يضحك شوية، أنه بعد 10 سنين من التواري من المدري شنو من كذا، لا متواري ولا شيء، الرجال عادي مارس حياته طبيعي، بس رجل هو شوية كبير في السن يعني، يعني ياخذوه بهالطريقة المهينة يزجوه بالسجن على شنو؟ والله والله منتقد البخاري وحد البخاري، لا ساب لا شاتم لا لاعن، ما بي انتقادات طبيعية يعني سندية متنية. شنو هالصفاقة وقلة الأدب بس مع الأسف من الهوان من ضعف الشيعة بالكويت اللي بس يطربقون ويهوسون للحاكم مع الأسف. هو ولا واحد مصرح من هؤلاء ولا شيء، أنا ما وصلني شيء. قلت إذا كان أحد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قلت إذا نواب غيرهم، قلت إذا كان لبان كان على طول الدزولي شغلة مثلا أو غيركم، فمبين يعني هذا الصمت تعيس. شيخنا لو كان الحاكم شيعي كان صار أبوي. إيه صح، أو لأنه أبوي ما يقدر إلا على أمي. هذا الشيخ مو مثل مقلوب، هي أمي تقدر على أمي. صح، أبويا يقدر على أمي. إيه صحيح. يا عمر عمر أبويا ما قدر على أمي. صحيح. إيه. في هذه أؤيدك نعم. تأيدني شيخنا. إيه أؤيدك نعم. صحيح. حتى يعني الناس تسمع بالكتاب للأمثال. إيه نعم، أمي ما تقدر إلا على أبويا نعم. يقول المرأة مظلومة بالعالم الإسلامي، خلي شنو ما أمن. صحيح مظلومة. مو شيخ انت قلت احد الروايات انه شخص اجى الامام قال له اهل الخلاف يقولون انه اهل النار اغلبها من النساء، فاذا كل مؤمن يتزوج 1000 من النساء في الجنه. اي نعم. ما عدا الحوريه. صحيح. هو انه اكيد مظلوم. هو مظلوم. شوف انت، شوف شوف شوف. السلام عليكم. السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نساء هذا الزمان غير نسائي تينك الازمنه، ورجال هذا الزمان ليسوا كرجال تينك الازمنه مع الاسف. طبعا هذا أولا الرجال صايرين لهم صفات أنثوية، ولا أعني بالصفات الأنثوية الشذوذ والعياذ بالله، لا يعني هو شبه رجل كما يقال، يعني مو رجل رجل يعني. والرجولة طبعا مو بمفهوم أنه واحد يجي ما أدري يضرب مرته ويعصب عليها، هاي مو رجولة ترى، هذه ليست رجولة. رجولة هي أنه إنسان لما يدير بيته يديره بشكل صارم وصحيح وحازم. شيء اللي ذكرنا بال يعني القدماء، انه شلون كلمة صاحب البيت او الرجل يعني يقول لك رجل البيت وكذا، بعد هي اللي يعني يدفع دمه من اجل كلمة. اي يعني كلمة خلص، كلمة كلمة اعطى كلمة خلص. والنساء في المقابل في هذا الزمان صرنا مسترجلات. لا يعني العكس يعني، وايضا لا اقصد الشذوذ والعياذ بالله، وانما اقصد الصفات، يعني هاي الصفات من الخشونة وال تحدي هذه أيضا آفة كبيرة. هذا ناهيك عن المفاسد اللي تصير في الخارج، خارج محيط البيت. ولا شنو معنى أنه امرأة تروح تعمل؟ سابقا كان المرأة اللي تروح تعمل من أكبر المعايب، يعني هاي معناها مبتذلة، اللي زوجها ما قادر يأمن معيشتها، ما قادر يعيشها عيشة كريمة، اللي تضطر هي تروح يعني تشتغل بيديها هالشكل. لأن الإسلام جعل المفروض المرأة مثل الملكة، كل شيء يجيها مثل ما هي مرتاحة، هي بس تهتم بجمالها بأنوثتها بزوجها بأبنائها، هذا هو الأصل.
ما السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة، خير مقدم، أسفرت وأنورت. فهذا هو الأصل. أما الآن شنو صار؟ صار أصلا هو من يتقدم لبنية يقول يشترط أصلا أنه لازم تشتغلين، يعني تساعدين في مصرف البيت في المعيشة. زين، هي المرأة إذا تروح هي تشتغل وتيجي تطلع من الصبح، تيجي بعد شنو؟ من بعد الظهر تيجي بثلاثة، بلادنا بثلاثة يلا توصل البيت تقريبا. بعد شنو يكفيها؟ هنا أخو بعد بالخمسة ما توصل. شلون تقدر يعني تربي الأبناء؟ شلون تقدر ترعى زوجها؟ شلون تقدر تربي الحكومة تربي؟ شنو أحسنتم؟ إما مدارس، إما مثل الكويت والخليج خدم. الخدم هم الذين يربون الأبناء. ليش؟ لأنه معظم الولد هذا ينشأ في حضن الخادمة أكثر من، يعني يتصل بالخادمة أكثر من اتصاله بالأم. ليش؟ أن الأم رايحة الوزارة تشتغل بالوزارة، تشتغل بالدائرة الحكومية الكذائية. هذه المهن لا بأس بها، بس بقدر. يعني شوفوا، لا يصير هذا طموح المرأة، هذا المفروض يكون حالات اضطرارية لسد النقص، لا بأس به. دكتورة، ممرضة، أشياء ضرورية تتعاطى مع النساء. حتى إذا افترضنا مهن أخرى اللي فيها نقص حقيقي تحتاجه البلد، مثلا مهندسة فلنفرض مثلا، لا بس تقدر تأدي عمل كثير من الأعمال الآن مع التكنولوجيا الحديثة تأدي من البيت، تقدر. يعني ماكو صعوبة، بس إذا صار إخلال بقضية التنشئة والتربية وهو دورها الأساسي هذا، هل مفاسد تصير؟ أجيال تطلع ما يعرفون ولا شيء. ليش؟ لأنه ماكو بعد الأم مدرسة هنا أعددتها الشعب الطيب العراقي، صار ماكو. بس يحاولون يصلون مرحلة معينة بعدين يفكرون يصرون أطفال. لا بس، وإن كان الأصل في شريعتنا هو التناسل، المستحب هو الإكثار من النسل. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله ورد عنه قوله: تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. الأصل هذا، بس إذا واحد ما يقدر أو مثلا يشوف أنه لا، إذا هاي شيء يصير يفرخ الأبناء ويتركهم للمدارس تربيهم أو للخدم يربونهم أو للإنترنت الآن يربيهم، فهذا معناه أنه صار تقصير من هذا الجانب، فعليه أن لا يتحرز. خاصة أن الحسين عليه السلام يقول: كثرة العيال زيادة في الهم. والمراد بكثرة العيال مو فقط الأولاد، والناس تتصور العيال هو بس الأولاد. أحسنتم، العيال من تعول، منو عليك إعالته؟ يشمل الأم، الزوجة يعني. أحياناً ممكن تكون الأخت، ممكن تكون أم الإنسان، ممكن يكون أب الإنسان، ممكن يكون إذا جارية مثلاً، جواري كان عندهم سابقاً، جواري، عبيد، هاي كلهم يعتبرون من عياله، يعني لازم يدفع، لازم ينفق عليه. فكل ما كان يكثر من عليه واجب إعالتهم يزداد همه، شو يسوي حتى يوكلهم ويشربهم؟ الإنفاق، زادت الإنفاق. أي هذا الأمير قاضي، هذا بعد خلص، هذا ما ولذلك مفوض كل صلاحيته لولي عهده هذا مشعل. مشعل هذا كان 20 سنة هو مدير أمن الدولة بالكويت، يعني كل شكو بالك من الجرائم والكذا كان هو المشرف عليها. بس في وقت اعتقالي بأمن الدولة كان صار لكم سنة هو طالع، يعني صاير خلوه نائب رئيس الحرس الوطني، خلوه واحد آخر تصور اسمه مازن الجراح، شيء من القبيل، هم من آل الصباح. كان هذا مدير من الدولة أيامي أنا. أيوه، سبحان الله على الزمن شلون يدور. أنه الشخص اللي اعتقلني، أو مو اللي اعتقلني، اللي يعني شد العصابة على عيني
ضابط بالباب من الدولة كان، وإلى أنا أتذكر صوته كان هم ماسكني مكتفيني وشد العصابة وصعدني فوق للتحقيق. يدور الزمان عبد الله الخلاف يجي يكلمني هنا بالمسجد، يقول يا شيخنا خابرني واحد نسيت هسه شنو اسمه فلان الفلاني، خلي يقول للشيخ خلي يبري لي الذمة. قال انت منو؟ قال انا الضابط بأمن الدولة اللي شديت على عينه العصابة هذه. الان الحمد لله انا تشيعت، وبعد خلي هو يبري لي الذمة. قلت له فورا بعد ما يبري الذمة، يعني شوف هذا بسبب هذا الموقف يمكن بعدين التفت طلعت المحاطة قام يتابعني قام يشوف شنو اقول، اتأثر الحمد لله الله من عليه بالهداية. لم يبحث وكذا، هو كل شيء يسوون ينقلب عليهم ترى بالضبط مهما يضطهدون. يعني هم لو ما كانوا معتقليننا مثلا كان حصلت أنا هذه يعني الشهرة الواسعة والمتابعة الحثيثة والكذا، ما كانت كنت أحصل فيلم سيدة الجنة. فيلم سيدة الجنة على سبيل مثال آخر. الآن حتى هذا الأخ، هم شنو الأغبياء راحوا ما مسوين نفس حكومة البحرين. حكومة البحرين شوية بالسنوات الأخيرة قامت تنتبه، قامت تخلي أسماء يعني غير ما تشخص. مثلا اذا مثلا هذول الثلاثه اللي اعتقلوهم بالبحرين لانهم كانوا قد طبعوا كتاب الفاحشه، كتاب الفاحشه احدى طبعاته كانت في البحرين. اتذكر الخبر كانوا كاتبين لتوزيعهم مطبوعات تسيء لام المؤمنين، ما ذكروا اسم الكتاب يمكن هالشكل ببالي. يعممون. هذول حكومه الكويت غبيه، رايحين ناشرين اسم الكتاب، انه الكتاب ما له اسمه كشف المتواري في صحيح البخاري، صار مطلوب الناس كلها تدور عليه هسه، اكيد موجود بالانترنت الناس تروح تقرا هسه، يعني دعايه مجانيه هائله. مثل ما هسه قاعد يسوون كتاب هاري، كل الاخبار موجود الناس كلها تروح تشتري. هسه هذا موضوع ثاني، وما اعتقلوه حتى مثلا يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. وهذه يعني الحكومات تقوم بأي خطوة تؤدي إلى زيادة الإقبال على ما نقول. عفوا شيخنا، ممكن تحرق لنا دعوة؟ ممكن. رأيي على مدين هنا نقدر نحرك دعوة، بهولندا نقدر نحرك دعوة، ونقدر نحرجهم أصلا، نقدر نخلخل كيانهم هنا. تعرف لو بيقدسون الرأي يعني طبعا هنا لا أصلا شوفوا الدعوة هذه تأخذ صداها الإعلامي، هو مجرد صداها الإعلامي كافي يربك النظام، يربكه يفرجون عنا عسى. اي عسى طبعا متوقع يمكن خلال هالليلة أو باشر إن شاء الله يفرجون، يطلعونه يعني إن شاء الله. يقول صار صدى عليه، صار فتحت ملفات عليه إن شاء الله. إيه. بس القصد هذا أنه إحنا لازم نسوي هالخطة، بس هذه قضايا تحتاج ملايين ترى. شغل قصدك هولندا ده هيك؟ إيه بالهيك؟ شنو هولندا؟ إيه نعم، لأن الكويت موقع على ميثاق حقوق الإنسان اللي به هذه البنود، محكمة العدل الدولية، محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الإنسان موجود. فنربكهم يعني، نربكهم إلى حد هائل، وحتى أصلا يطالبون بتعويضات بعدين. أصلاً تدرون أنا أقدر أرفع عليهم قضية، أنا شخصياً أقدر أرفع عليهم قضية على ما تعرضت له أنا شخصياً. سد الفواتير على مكتب شيخنا. المرجعية كانت تحثني على هذا بالسنوات الأولى، كانت تقول أصلاً إحنا نمول أتعاب المحاماة والقضية. شنو؟ كان موقف الكويت لله سبحانه عز وجل ولغير الله. لله هو أخو، حتى لو يكون لله عز وجل، بس إذا أنت تقدر أنه تحرج العدو أكثر وتخلخ الكيانة أكثر ليش لا؟ وحتى تأدب حتى لا يكررها. بالضبط، وهنا المسألة، هم كرروها من بعدي بالعشرات، أكلوها على أبسط من هذه بكثير. فالذاك ايش قد خسروا على هاي مال الطائرة؟ اي طبعا، فهي القضية هالشكل يعني، احنا لازم هذه الامور نستغلها
بس انا ليش ما رحت ورا القضيه؟ بصراحه ما عندي وقت، يعني هاي القضايا تحتاج امكانيات وتحتاج وقت وتحتاج جهد وتحتاج شغل. بيها تقادم الافراد قضيتكم بيها مليان مليان التقارير. لا تقادم تقادم يعني تقادم خمس سنوات ما ادري بالنسبه للقوانين يمكن ما اعرف، بس يعني يمكن واحد بس يتأكد من هالنقطة. يمكن قضايا حقوق الإنسان في الغرب ما يشملها التقادم. واحد لازم يسأل بالقوانين يشوف. لازم يشوف. ما تسقط الحقوق ما تسقط، لأنه دي اللي طلعوا بالتلفزيون تحرير متابعين واحد كان من قتلة شو اسمه بألمانيا الموساد هذول شو اسمهم اليهود اللي موجودين بالمجزرة. مسكوا بأمريكا بترفعت القضية محامية بأمريكا جابوا بلتين جابوهن قدام التلفزيون طلعوهم قالوا هاي الملفات جامعين بلتات إلى أن وصلوا إلى إلى واعتقلوه. فلما اعتقلوه قالوا الآن الملفات جاهزة للمحاكمة هاي بأمريكا. سحبوا الجنسية من الأب، بس البنت رفعت قضية فطلعوها بالتلفزيون. أنا قلت 25 سنة من 30 سنة تلحقون قضية، فإذا ماكو تقادم على حقوق الإنسان يمكن ما ندري. هذا اللي أنا عموما إحنا شوفوا إذا واحد يروح يفوت بهذا الدرب، درب الحقوق والقضايا والمحامين والمدري كذا، هو حتى لو القضية نفرض أنه أصلاً يقولون بالأخير يا باهي خلاص شملها التقادم، والقاضي يقول أنه سقطت القضية، هو الضجة الإعلامية التي يثيرها هذا البروسيسينج يعني الخطوات هذه، هي هذه كافية يعني تغير الكيان. أمريكا سنعها القضايا بس ما من قسم ستلمنج معظم القضايا توصل مرحلة ستلمنج. إيه ممكن تسوية بالملايين. لا إحنا شنو إحنا نريد؟ مو بس قضية تسوية، إحنا نريد نضغط باتجاه تغيير القوانين. نقول هذه قوانين الكويت مثلا تتعارض مع ما التزمت به الكويت في المعاهدات الدولية، فالمفروض تسقط هذه القوانين، يعني نسوي إشكال قانوني دولي في العالم الآن. يقول لك الأعلائية للقانون الدولي مو القوانين المحلية، بمعنى إيه أحسنت، إنه القانون المحلي إذا كان متصادما مع القانون الدولي يسقط القانون المحلي. ولهذا السبب جاي يحاولون يثبتون بالقانون الدولي ما يسمى بحقوق الشواذ والمثليين ومن شاكل، حتى هاي القوانين المحلية تسقط. هذه خطتهم الخبيثة. حركة مصيبة خبيثة. يقول لك شيء هذا بالقانون الدولي صار بعد خلاص. خبيثة هاي مشكلة ذي. الآن شو كمثال، خلي نفرض دولة ولتكن موريتانيا مثلاً تصدر قانون تشريع الرق، لأنه إلى الآن الرق موجود في موريتانيا بالمناسبة ما انقرض. أكو الرق يباعون ويشترون. يباعون ويشترون إلى الآن بس محدود. أي نعم موجود. ما تخلوا عن الممارسة. بس القانون يجرم ذلك. هسه نفرض الدولة تجي البرلمان مالهم الموريتاني يقول احنا سنعيد تشريع قانون الرق ونسمح بالممارسة. القانون الدولي سيبطل هذا التشريع، يقول هذا يتعارض مع القانون الدولي، انه صدر قانون دولي من ايام عصبة الامم بعد، مو من اللي هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقعت عليه كل الدول أنه العبودية ممنوعة خلص مجرمة قانونيا. فإحنا لازم نوصل لمرحلة أنه بالقانون الدولي التمجيد بأبي بكر وعمر وعثمان محرم جريمة. بالقانون الدولي جريمة. مثل هتلر مثل موسوليني محرم بالقانون الدولي باعتبارهم رموزا للإرهاب وطغاة وديكتاتوريين ومستبدين. قتل مجرمين، وراح نوصلهم إن شاء الله لهالمرحلة. وهذه من خطوات التمهيد لمولانا صاحب الأمر عليه السلام. الناس اللي لا هي بس تفكر بأنه ما هي علامات الظهور، ما تفكر بموجبات الظهور. هذه من موجبات الظهور. ليش؟ لأن الروايات الشريفة تتكلم أن أبا بكر وعمر حاجبات ضلالة تبدو مخازيهما في آخر الزمان. تبدو مخازيهما
في آخر الزمان، يعني يفضحون، وذلك يكون إذا خرج صاحب الاسم الخاص أو تكلم متكلمنا. يقول الإمام عليه السلام المتكلم الذي نسبوه إليهم، هذا يرجعك لمن كانوا يتكلم يصفونهم بهذا الوصف. متكلمنا منه هشام بن الحكم مثلا، يعني أناس قد لا يكونون من أهل البيت عليهم السلام، بس يفشون كلام أهل البيت. صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله على محمد وآل محمد وعجل. شيخنا أنا أعرف أنكم وسط الجمعة ممكن نسوي قضاء، يعني قضاء وسط الجمعة، هل ممكن أن واحد يسوي قضاء وسط الميت أو وسط الجنازة؟ لا، هذه أخو هذه أغسال واجبة، شلون واحد يسويها قضاء؟ يعني مثلاً يعني لازم واحد يسويها. ما كان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله وعليكم السلام ورحمة الله. يعني أقصد مثلاً شاك إنه ما غسل أو ما غسل طريقة صح، أو بين شك إنه سواها أم لا، فهل يسويها قضاء أم لا؟ إذا صار عنده إحراز أنه هو مس الميت، وصار عنده الشك أنه هل اغتسل لهذا المس أم لا، يجب عليه أن يغتسل. يعني نية قضاء؟ ما أكون نية قضاء، نية قضاء ما أكون، هو اغتسل وغسل مس الميت. بس هذه صار يعني خلينا نقول عليها سنين مضت. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو هذه القاعدة، هو عنده يقين أنه مس الميت، وبعدين صار عنده شك أنا اغتسلت لذلك أم لا، يجب عليه الغسل حتى لو مضت سنين، حتى لو مضت 20 سنة. يغتسل يعني ميتة أنه ذاكر الميت اللي مسك. هو أي أنا غسل غسل مس الميت، نفس الشيء غسل جنابة. جزاك الله. شيخنا حضرتكم إلى بعض يعني جهالات الحاشوية واعتراضهم على اجتهادات المراجع. السؤال هو الآن الأخبارية بغض النظر عن الحشوية الجهلة، يعني الأخبارية كعلماء مثلا صاحب الحدائق، مو عن الحشوية اللي يقولوا هم أخبارية، يعني كأنهم شيخنا قد عطلوا العمل بالقرآن، لأنهم لا يعتقدوا أن ظاهر القرآن حجة. يعني كيف يؤولوا قول النبي صلى الله عليه وآله ما أنت مسكتم بهما؟ يعني النبي أرجعنا للكتاب والعترة، والعترة أيضا أرجعونا للكتاب في فهم أحاديثهم أو معرفة أحاديثهم. فمنهج الأخبارية حتى العلماء من الأسترابادي ومن أشبه، أليس هذا يؤدي إلى تعطيل العمل بالقرآن الحكيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هم لعلهم يجيبون يقولون هذا مثل رجوعك إلى المفسر واللغوي حتى تفهم ظاهرا، فيقولون إذا رجعت إلى هؤلاء فنحن رجوعنا إلى آل محمد عليه السلام أولى. ولكن آل محمد عليه السلام أرجعونا إلى القرآن أيضا. يقول اللغوي أيضا المفروض أيضا يستفيد من القرآن في لغته. هتشوف اللغويين جيد، واللغويون كذلك يستفيدون من القرآن في بيان وتأصيل اللغة ومقاييسها ومعانيها وما شابه. فالإشكال دوري باق على حاله. هم لا يعتقدوا أن القرآن كظاهر حجة، لماذا؟ هذا الإشكال. لأنه لا، نحن لا نفهم، لا يفهم القرآن إلا من أنزل عليه. وعبارة أخرى، هب أن رجلا لا يحسن العربية يقول ظاهر القرآن بالنسبة إليه حجة، يقول لا، لقصور في القابل مو لعدم إيجاب في الوارد. يقول أنا عندي قصور في العربية، أنا لازم أرجع للغوي مثلا الذي يحسن العربية حتى يفسر لي ظاهر القرآن.
فيقول هذا رجوع للقرآن ولكن بتوسط ذلك القابل لفهم القرآن. على ماذا اعتمد؟ فنفس الشيء يقوله الأخباري، يقول نحن قاصرون عن فهم القرآن. ما هو دليله؟ على ماذا اعتمد؟ هذا إن الآيات الروايات المستفيضة التي تقول إنما يعرف القرآن من خوطب به ومن نزل. فكيف أهل البيت يرجعون إلى القرآن إذن؟ هو اللي جاي يقول، هو هذا إشكال دوري صار، الإشكال صار دوريا عينا مثل ذلك الذي لا يحسن العربية. يقول الإشكال أنا القاصر عن الفهم، فالأخبار يقول نحن قاصرون عن فهم القرآن، فلازم نرجع لآل محمد عليه السلام نشوف بماذا فسروا الآيات. شيخنا هذا كله كلامهم يعني ضعيف، هذا هذا ضعيف وما يتدرب هذه الذرائع، بس هذه يعني رجاجهم. الآن في هذا الزمان هنالك أناس يعني مع الأسف عارفين رايات طبعا بجهلهم، في أولا يزعمون أنهم أخبارية، نحن أخبارية وعليه يعني شنو أنتم أخبارية نفهم من كلامهم، وعليه يعني لا تقليد ولا اجتهاد ولا رجوع للعلماء، افتح الكتاب اخذ الرواية اللي تعجبك اخذ الحكم الشرعي هكذا. فشنو توصونا نتعامل مع هؤلاء؟ وهل هم يعتبرون منا يعني يعتبرون من أهل هذا المذهب أم هم فرقة يعني؟ أولا أعمال هؤلاء باطلة، أعمالهم باطلة. نعم. وهذا شذوذ عن جماعة المؤمنين، وغالبا يوقع هذا الشذوذ يوقع أمثالهم حتى في انحرافات عقدية غالبا يسبب ذلك. أما على صعيد العمل على صعيد العبادات المعاملات أعمالهم باطلة. هذه ليست أخبارية، هذه فوضوية، هذه مو أخبارية. الأخبارية مدرسة فقهية لها شرائطها لها أمورها. من يقال أن هذه المدرسة الفقهية ليس فيها رجوع من الرجوع الجاهل إلى العالم؟ من يقول؟ حتى يقول أنا أستقل بنفسي أنا أفهم، يعني تش فهم لوثة من اللوثات الآن. يعني واحد من الأمور هذه كل شوية تجي موضات جديدة، يعني موضة هالشكل وكذا. هذا لا فاهم أخبارية شنو، لا فاهم أصلا باني الأخبارية شنو، يحكم كيف. هذه تنقضي لأنه المتكفل بهذا الدين صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. إحنا تكليفنا كمؤمنين، تكليفنا إنكار هذا المنكر، تصدي لهم، فتح عوارهم، اختلالهم، صبيانيتهم، ضعفهم، ومجموعة أميين يعني فتح أميتهم، هذا المطلوب. حتى لا يختار بهم المراهقين شيء. عادة هذا الكبار ما يروحون وراء هالأشياء. عادة المراهقين شباب صبيان كذا أصناف يعني، واللي عندهم نفور من العلماء من الحوزات. لا وجه له. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلامكم الله ورعاكم. كثير من الاخوه المؤمنين يخصكم بالسلام حقيقه. وعليكم وعليهم السلام. يشتاقون للحديث وياكم، بس قلت لهم مشاغل. بعد الله كريم ان شاء الله تصبح فرصه بالمستقبل يكون بها حوار مفتوح. يا حب لا تفرغون نفسكم ولو بالسبوعين بالشهر مره لحلقه من الحلقات الحوار مفتوح. حقيقه كثير من الناس يسالون عليها، يقولون نريد الجديدة على مود احنا نخش بمواضيع جديدة وياكم. قلنا لهم موجودة يا حلقات حوار مفتوح، ندعو لنا بالتوفيق ان شاء الله. سلمكم الله ورعاكم. اكو سؤال من واحد من الاخوة اللي بكل لطف وادب كرره عدة مرات، فحسيت بي انه يعني محتاج اللوري. يقول اكو رواية عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الدم المعمم الغير متحنك. يقول فإذا ترك التحنك واحد صاب بألم أو أذى فلا يلومن إلا نفسه. أي الرواية فيها بالنص والرجال. فقال بلك تسأل لي جناب الشيخ سمحت إذا يقدر يقول لنا ليش ترك التحنك.
فهم ذكروا للشباب انه كان ذو حاجه وانقضت قضى الله الحاجه، بس هو يقول له انا اريد اتسبب بعد اكثر تفاصيل، فاذا عندكم تقدرون. هذه فيها محاضره في الحقيقه لا اتذكر اسمها، اذا ممكن ابو اميري حول العمامة الطابقية والعمامة ذات الذهابة، هذه على بالكم اسم المحاضرة شنو؟ أبيها محاضرة الشيخنا تنزل هي وكنت تكتفي بالغرض. إن شاء الله حفظكم الله ورعاكم ورعاكم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو، أسأل على آبار علي اللي بالمدينة بالإحرام، ماذا سمعت معلومة على اساس امام البانيه او اللي حافرها مو الامام علي، من السلطان اسمه علي دينار من سلاطين السودان قبل الاستقلال مالتهم، ما صح هذا الكلام صراحه، ما عندي معلومات وافيه، بس اتذكر انه واحد من اساتذتنا كان يقول هذا الحكي، انه هو ابار او حفرها امير المؤمنين. هذا اللي انا سامعه وضعه، لما رحت حققت لما رحت للحج طبعا اهل المدينه اعرف اذا هذا الكلام اذا ناقله من اهل المدينه ثقاتهم اعرفوا بديارهم وشعابهم. ان شاء الله لا تحقق من هذا الموضوع، لاني سمعت هي معلومه وقريتها بالاصح يعني ضيطان السلطان وكذا كذا وعده اعمال مسوي للمدينه من ضمن على هاي الاعمال. يجوز قد يكون او قد يكون تزوير للتاريخ شيء. الله العالم. بارك الله بكم. وبكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. شيخ هاي القبور الموجودة بأوروبا هسه بكل أوروبا مو بس هنا بريطانيا، من واحد يفوت منها ما يجوز يقرأ الفاتحة ويترحم لهم؟ إذا كفار لا بس. كفار لا. لا ما صلى، ما تجوز الصلاة على الكافر. شلون تجوز الصلاة؟ تكلم معهم إيه، تكلم معهم مقرعا، قال قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. أما الصلاة بس على المسلم فقط، وحتى الصلاة على المسلم لا شرائطها. إذا صلى يكون مؤمن شيعي يصلى عليه بخمس تكبيرات، إذا منافق أو بكري أو بتري يصلى عليه بأربع تكبيرات، ما يصير واحد يصلي عليه بخمس تكبيرات. يجوز بعد ال لا، إذا مقبرة مسلمين لا بأس أقرأ. لا ما يصير. يا مشير تقول أن أنتم سابقون. شلون يصير هم السابقون إلى النار؟ أنت تلحقهم على النار وين تروح بعدين؟ أنت دير بالك شنو تقول، وأنت من تقول أشياء هالشكل ممكن بعدين تلحقهم، نعوذ بالله. دير بالك. يا طريق هو السابقون، يعني السابقون، احنا من خاطب اهل القبور نقول انتم السابقون، يعني ان شاء الله انتم سابقون الى الجنه ونحن اللاحقون، اما دول الكفار انتم السابقون ونحن اللاحقون، بعدين تروح تشوف نفسك نعوذ بالله الجنه موجود. ها كل مقابر اكو قسم لا اكو مقابر بها مسلمين بعد. هم عادة يعزلوهم، ما يصير الخلط بين المسلم والكافر. انتبه يا أبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي عاشت ايدك. شكرا أبو. شيخنا بالنسبة للدعاء مثلا الله يرزقك، رحم الله والديك، بارك الله بيك، من يقدم لك خدمة الأوروبي
ادعي له بالهداية لا بأس، ادعي له بالهداية وإن شاء الله الله يهديك والله يصلحك. يعني محال عنده مثلا تقول الله يرزقك أم بيجوز؟ الله يرزق المؤمن والكافر، كيفك تريد تدعي له الله يرزقك قل له الله يرزقك لا بأس. يجوز الدعاء للأوروبية؟ إيه مو تقول مو بشروط بي يعني بشرائط مو هالشكل مو على إطلاق لا على الإطلاق يعني. ما يتوجه لكفران إيه. يعني تدعى مثل يعني تدعي لتقول الله يسدك على دينك مثلا إيه. شيخنا بس يقدمون خدمة يعني للشيعي. نعم. إيه نعم. بارك الله لك في هذه الدنيا تقول. God bless you. نعم. انوي بذلك انه هدايته يعني يقول ان شاء الله God bless you يعني بمعنى الله يهديه ما في اشكال ان شاء الله. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يفتر يفتر بعدين نرجع للقصص. ما في شيخ مع ناس عرفنا بأن لا تدعيه ولا تترحم له. ترحم ما يصير على الكافر. الدعاء أشكره. والدعاء ما يصير. للكافر ما يصير. والبكري. البكري إذا مستضعف تحتمل أنه مستضعف لا بس. لا بس. رحم الله والديك بارك الله فيك الله يوفقك. ممكن إذا مستضعف إيه نعم. مستضعف يعني مو جاحد مو معاند. هو يكفرني شو؟ مو معاند. لا إذا يكفرك هذا معاند صار. كل بكري يكفر أخو مو كل البكري يكفر أخو أكو بكري ما يكفر. إحنا المتعصبين بس. المتعصبون منهم فقط لا تدعو لهم. أما عوامهم لا بس لا بس. شيخ ياسر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تصريحات أو كلام المرجع الشيعي حسن موسوي قديمة صار لها أكثر أنا أعرف أنها قديمة ولكن هل تم الرد عليها في وقته في حينه؟ هو يقول أن العقيدة الشيعية خليط من اليهودية والنصرانية والمجوسية وأن علماء الشيعة لا يحفظون القرآن، فهل تم الرد عليه؟ هو الآن متوفي. والسؤال الثاني هناك رسوم كاريكاتورية فرنسية من جريدة شارل إبدو الشهيرة تستهدف المرشد الإيراني خامنئي، فما موقفكم من هذه الجريدة؟ خصوصا أن الغرب عندما ينتقد معارضيه ينتقدهم ويسخر منهم بطريقة يعني موجع. يعني أنا قبل يومين شفت في إحدى الصحف الصفراء هنا في لندن الصن يسخرون من بوتين بصورة يظهرونه بصورة متحول جنسي جسم فتاة وصورة بوتين، فأعدائهم يعني بطريقة لاذعة يعني يمسخروه فد مرة. فما رأيكم بالنسبة للخامنئي أنه يمثل له يعني هو مرجع ولديه مقلدين ويمثل جزء من الإسلام الشيعي، فما رأي حضرتكم؟ أما بالنسبة إلى السؤال الأول حسن الموسوي ليس مرجعا أصلا، هذه أكذوبة بكرية وهابية من الإعلام المضاد الذي يفخم أمر هذا الشخص. هذا الشخص ليس مرجعا بل ولا من أهل العلم في الحقيقة، وإنما مجرد شخص ملحوق بإحدى البيوت يعني العلمية. وعلى عادتي هذه البيوت كانت من عادتها أنها حتى الأطفال عندهم يعممونهم في صغرهم يعني حتى وإن لم يدرسوا شيئا، باعتبار هذا هو الزي الرسمي لهذا البيت لهذا البيوت النجفية يعني. ومع ذلك هو هذا الرجل ترك العمامة وراح بالنتيجة إلى الخارج وبعد ذلك صار عميلا للبعث
في العراق وأخيرا هلك في أمريكا، يعني استعمله النظام في حربه ضد إيران. شيخنا ليس هذا المقصود. المقصود واحد صوفي، ويقصد صوفي. لا 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 مو صوفي. اللي يقصد هذا الكلام الظاهر. لا لا حسن موسوي. لا حسن الموسوي صاحب السيد. صاحب الشيعة والتصحيح. موسى موسى الموسوي الشيعة والتصحيح، مو صاحب كتاب الشيعة والتصحيح. وقد احتفلوا به الوهابية كثيرا. اي نعم. مو هذا اللي كان هلك قبل فترة وجيزة ويطلع بالفضائيات؟ لا هو هذا اللي هلك. لا هذا لا هذا أصلا هذا بعد هذا طرطقي احتفلوا به الوهابية بتصريحات الوهابية كثيرا. لا هذا لا مرجع ولا بطيخ، هذا أصلا مو شيعي أصلا، هذا صوفي كان منتحل، هذا منتحل للتشيع، منتحل للعمامة ومنتحل مرجعية. أنا أتكلم عن شخص قديم كان في أيام لا ولا درس، ما درس في الحوزة، كذاب أبدا، ولا ولا تعرفه الحوزات بشيء أصلا، ما إلى لا الشيعة بأنهم لا يحفظون القرآن. لا هو اللي ما يحفظ القرآن، هذا من هؤلاء يعني المنتحلين الكذابين في نجوم الفضائيات. يعني لا يمثل أئمة لا ولا نعرفه، ولا أصلا لا أحد يعرفه في الحوزات إطلاقا، يعني ولا له أي انتماء أصلا، ليس منه أصلا صوفي هو. يعني كلامه بخصوص العقيدة الشيعية لا وزن. لا كذابي كذابا أشر. طيب بخصوص الآن شيء يعني حديث هذا الكاريكاتير يمكن ما وصل الأسماء. لا وصلني. احنا طبعا مع قطع النظر عن الثقافة الأوروبية اللي هي معتادة على ذلك، يعني احنا نرى ان خامنئي ممن لا احترام له شرعا اعتباره طاغية، فلا يحترم شرعا، فالمساس به او الاستهزاء او السخرية منه ليست بشيء، يعني ليست محرمة من الناحية الشرعية اطلاقا. نعم ينبغي ان لا يكون ذلك الى حد التفحش، يعني إذا رسوم يكون بها من الناحية الشرعية إشكال هي بذاتها، مثلا تتفضل يرسمون راقصة ويرسمون كذا، هذا لا يجوز لأنه الرسمة ذاتها هي تكون محل إشكال. هو بنهاية الأمر يمثل يعني كونه يمثل الإسلام الشيعي. ما يمثل الإسلام أبدا، ما يمثل الإسلام الشيعي. ونظر الفرنسيين الكل سواس. خلي أسأل هم هو الشخص الذي ينصب نفسه حاكما لدولة عليه أن يعود نفسه على التعرض لمثل هذا وأسوأ منه، خاصة إذا كان يبطش بالناس ويقتل الناس ويؤذي الناس ويسجن الناس. ما أدري إذا كنت اطلعت أخيرا على الفيديوهات المفرج عنها لتصريحات المرجع السيد الروحاني رحمه الله، السيد صادق الروحاني الذي توفي قبل أيام. نعم سمعت أنه توفي ولكن ويشرح كيف أن خميني قال بعث أناسا اقتحموا عليه داره قرابة 100 عنصر مسلح وصوبوا السلاح على رأسه وقالوا يعني وأوصلوا إليه رسالته الشخصية أنك إن تكلمت بمثل هذا الكلام الذي تنتقد به ولاية الفقيه مرة أخرى فلسوف تقتل وتلحق فلانا ممن قتلناه من قبل. نظام بطش، يعني هذا ليس نظام عدل، لا نظام رسول الله صلى الله عليه وآله ولا نظام أمير المؤمنين عليه السلام. وخامنئي بالذات ليس مرجعا، يعني هذا أيضا منتحل ليست له أهلية الاجتهاد. أستاذه الشمس الخراساني أيضا أفرج عن بعض الفيديوهات أو المقاطع المرئية للمقابلة الشخصية معه وصرح بذلك، قال هذا ليس بمجتهد. وعليكم السلام ورحمة الله. وأرادوا شرائي بالمال كما فعل عثمان لعنه الله فأنا رفضت. وهنالك كتاب لمحسن كديفر وهو معمم مشهور في إيران، بعد ذلك انشق عن النظام والآن متواجد في أمريكا وهو أستاذ جامعي هناك، ما علي علاقة بمنهجيته كرجل ومنهجيته مرفوضة. وعليكم السلام ورحمة الله. حسينية أحسنتم كافي أنا على هذا الآن أشتيدك أحسنتم. فألف كتابا بعنوان ابتذال مرجعية الشيعة،
ابتذال وكشف فيه كل المعلومات المدعومة بالوثائق ومشاكل حول كيفية اصطناع مرجعية خامنئي. إن مرجعية خامنئي كيف اصطنعت؟ هي مرجعية سياسية مو مرجعية فقهية. يعني هو الرجل ليس مجتازا للمراحل العلمية الحوزوية الضرورية أصلا، يعني ليست له هذه الآلية، وإنما بعد وفاة الشيخ الأراكي في سنة 94 ارتأى النظام أن يجمع لخامنئي المرجعيتين السياسية والدينية معا، فروجوا كونه مجتهدا وأنه يطرح مرجعيته، علما أنه حتى هذه اللحظة ليست لديه رسالة عملية. شوفوا شقد أمتنا مع الأسف ضعيفة وهابطة في إدراكها، بحيث يمكن لشخص متسلق أو متسلل لم يستوفي الشرائط إطلاقا وليست له هذه القدرة العلمية إطلاقا أن يتحول إلى مرجع بين ليلة وضحاها، بل ووليا لأمر المسلمين ويقود الأمة يقود الناس، وهو مجرد روزخون كما يطلق عليه. روزخون روزخون يجب على المرجعية الدفاع عن المرجع الراحل، يعني المفروض بالإنصاف. أنت شوف من هم المراجع الذين شاركوا في جنازته أصلا، حتى أنا متعجب يعني مع الأسف، يعني حتى لم يصلي عليه مرجع. يعني من صلى عليه؟ واحد من طلبته هذول اللبنانيين، هذا اللبناني تلميذه شيخ شنو اسمه الشيخ العامل، يا نسيت والله شنو اسمه، مراجع ما شاركوا حتى في تابيني، في أقصد في الصلاة عليه، مو لهالدرجة. هو خامنئي نفسه أبنه، طبيعي طبعا خامنئي أبن يعني أي أحد حتى المعارضين له كسياسة يعني، بس الشكل اللي طلعت به الجنازة والعدد اللي شارك بها يعني صراحة كان شيء خلاف التوقع نهائيا، يعني علما أنه كان أقدم مرجعية شيعية في الأرض حتى الآن، لأنه هو أطرح مرجعيته ولا يزال شابا في العشرينيات من عمره، يعني يعتبر أقدم مرجعية شيعية كانت قائمة، قديم جدا يعني، وين أيام أيام الشاه كان، وين أيام بدايات. إيه هو يقول أنه هذا كان بإعاز من أستاذي الخوي، قال لي أنت تروح إلى إيران لأن أهل إيران ما يقلدوني، ما يقبلوني يقلدوني لأن عندهم شك في سيادتي، لأنه كان كلام قوي جدا على الخوي أنه هل هو سيد أم ليس بسيد. والحاصل كلام هسه مفصل ما لنا علاقة، فتنة كانت صار، فلذلك يرحمكم الله، فلذلك قال أنت روح هناك اطرح مرجعيتك والناس تقلدك. هذا كتبه سيد محمد صادق الروحاني في إحدى الأجوبة على إحدى الأسئلة، أي في أحد الأجوبة على إحدى الأسئلة. ويذكر هو قصص كثيرة يعني في تاريخه، مسيرة كانت حافلة يعني، بس بالنتيجة قتلت مرجعيته في حياته وقتلت حتى بعد مماته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خميني قبل السلطة كان على نحو وبعد السلطة كان على نحو آخر. العلماء صدموا من مستوى بطشه باطش يعني كان لا يقبل معارضة إطلاقا وما عندهم تفاهم مع أحد. صعب التعامل جدا. اي الى حد ما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني العفو من يقول السلام عليكم شيخنا احنا ما واجبكم السلام. هو مو واجبنا جاي وجه السلام فقط علي. تمام. بس لا ما قال الأخ قبله قال السلام عليكم شيخنا. اي نعم. الكل قال عليكم السلام. لا بس يلا. لا مو حتى ينتبه هو. كله خير إن شاء الله. يقول سلام عليكم. السلام عليكم أبو محمد. السلام عليكم. يلا قول 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 رد. السلام عليكم. السلام ورحمة. عليكم السلام ورحمة. يريد يلزمني يعني بما طبعا بالتأكيد يلزمنا. يلا انت إنا نزلنا في ليلة القدر. ليلة القدر خير من وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل ملائكة الروح فيها من بإذن ربي من كل أمر على الإمام مباشرة في أي بقعة كوفة حيثما كان. الرواية تقول ينصب عمود من النور مضمون الرواية وتتنزل عليه الملائكة حيثما كان. يعني هو موقع ما يكون في مكان معين. ما يكون في في مكة أو يكون في أي مكان كوفة. أي مكان يكون. زين من ليلة القدر مقرونة في نزول الملائكة والأمر عليه. هي مباركة حتى طلوع الفجر. زين اللي جهة ثانية من الكرة الأرضية شلون يحصل هالبركة وهي خلصت؟ لا ما خلصت. تستمر حيثما توفرت ليلة القدر. لأن ليلة القدر راح تمشي في المشارق والمغارب مو الشكل تمشي 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 لأن ينقضي تمشي حول الأرض لأن ترجع على مرة ثانية إلى ترجع تنتهي. زين العلماء اللي عندهم تعدد الآفاق فيصير ليلة قدر واحدة وبعدين يصير ليلة قدر ثانية. وحقيقة هي لو تشوفنا الحسابات كل ليلة بثلاثة تصير بالكرة الأرضية عادة مو دائما لكن عادة. لا تلك غير عليه. تلك مسألة أخرى. تلك مسألة حسابات أنه هل ثبت أول الشهر أو لم يثبت. فإحنا اللي مشتبهين أنه ليلة القدر أي ليلة مثل ما نشتبه أي عيد يكون أي يوم. مو أنها في الواقع ليست بليلة واحدة كما أنه في الواقع ليس بعيد واحد. معنى القصد أرجع إلى المسألة أنه بعض العلماء الله يحفظهم عندهم تعدد الآفاق فإحنا نصير في ليلة يثبت عندنا لكن لا ما له علاقة هذا بتعدد الآفاق إطلاقا. يعني اللي عنده واحد بالشهر اليوم واللي عنده واحد بالشهر باكر. لا, لا 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 هذا يراجع إلى مسألة الإثبات أول الشهر. يعني القائل بوحدة الأفق يقول إذا ثبت في بلاد ثبت في سائر البلاد صح؟ هذا مبنى في ليل إيه يكون المهم يشاركين مثلا في نصف الكرة الأرضية في ليل واحد أو ما شاكل. الذي يقول بخلاف ذلك يقول بتعدد الآفاق يقول إذا ثبت في مكان مو معنى ثبت في مكان آخر فيستصحب ما كان. ليس معنى هذا الترديد أنه في واقع الأمر هو يثبت ليلتين. هو مرجعه الشك منشأه الشك أنه الآن ثبت في هذه البقعة أم لم يثبت فيرجع إلى صالة الاستصحاب بعد يكمل. عفوا مثلا أحسن بواقعنا أنه بالعراق ثبت مثلا الحوض السيد السيستاني عدى أنه في مثلا أوروبا ما ثبت فإحنا في ليلة بعده يصير عندنا إيه. هذا كله كما قلنا إجراء للاستصحاب تقدير ليلة القدر شيء مو أنه في واقع الأمر أنها ليست ليلة واحدة أو ليس عيدا واحدا. وإلا إحنا لما نجي نصلي نقول اللهم بحق هذا اللي بحق هذه ثلاثة أيام التي جعلتها للمسلمين عيدا هو عيد واحد بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. ليلة القدر ليلة واحدة بس الآن إحراز الليلة إحراز العيد هذا موضوع ثاني.
مثل إحراز الوقوف بعرفة وكذا، أنه شلون نقدر نحرز. فتعدد الآفاق يختلف. يقول أنا ما دام ما ثبت في بلد آخر بعينه أو يشترك في نفس الأفق، هذا يكون خلص، هذا بعد يمشي على ما كان يجري الاستصحاب. النقطة اللي يعني أدق عليها مثلا مثلاً يوم الخميس صارت ليلة القدر عندنا مثلا في دولة من دول الإسلام، فإحنا قريبين عليها، فهو نزلة الملائكة والروح في ذلك اليوم أو تلك الليلة على الأمر صاحب الأمر صلوات الله السلام عليه. زين بعد 24 ساعة ما أدري بعد 48 ساعة يصير بمكان آخر، زين هي نزلة لا ما يصير مكان، هذا اللي نقول ليلة القدر في واقع الأمر لا في ظاهر التكليف، في واقع الأمر ليلة واحدة، فهي في الليلة الواقعية لليلة القدر تتنزل الملائكة. حتى وإن كان تكليف من هم في قطر آخر أن يتعبدوا بليلة القدر الليلة التالية، هذا مو معناه أنه صارت ليلة قدر ثانية، ما صارت ليلة قدر ثانية، هي هذه ليلة القدر الأولى هي الصحيحة. يعني مثلا في ايش ما أدري، إن في خلينا نقول إحنا دائما يصير خلاف، مو دائما يعني أغلب الأحيان يصير اختلاف بيننا وبين العراق. زين اللي هنا موجودين ياخذون ليلة القدر على حساب العراق. هذا أحسنت، هذا تكليفهم من ناحية كما يقول الفقهاء المنجزية والمعذرية، هذا تكليفهم، هذا تكليف اللي هنا حسب مرجعهم، مو معنى أنه في واقع الأمر عند الله تعالى أنه هذا اليوم طلع يوم عيد، عرفتوا؟ مو شرط، ممكن هذا اليوم كان عيد، اليوم اللي قبله كان عيد، يمكن العراق صح إحنا غلط، يمكن إحنا صح هم غلط، عرفتوا؟ ليلة القدر الله سبحانه وتعالى أخبار بين ثلاثة متنعرف يعني بالدقيق. أي هسه هذا راجع إلى تعدد الروايات في الحقيقة، يعني شيء من كلامكم تتفضلون به صحيح أيضا. ليش؟ لأنه يأتي السائل يسأل الإمام عليه السلام فيقول له أيهما، أي هاتين الليلتين، لأنه هي أقوى ليلتين تدرون، هي ليلة 21 وليلة 23. فالإمام عليه السلام يقول له ما أيسر ليلتين فيما تطلب، اثنيناتهم احيهن بالعبادة، ما أيسرهما حتى الواحد منها تضمن أنه موافق ليلة القدر. احنا سنة من السنين الواحد بأربعة صار ايه؟ يعني سوي لك اسبوع يعني كامل حتى تضمن. وين المؤمن اللي يشد الحزام ايه؟ ويوقف يصلي العشر ليالي الأخيرة؟ هو طبعا هو هذا اللي كانت عادة الأبرار، يفرغ نفسه العشر الأواخر خلص، هو هذا بعد خلص يعتكف إلى العيد. مين تفلت بعد ليلة القدر؟ ايه أحسن ما تفلت منه إن شاء الله. واحنا المسألة أنا جبت مثال ليلة القدر، ولا هو المكان اللي أهدف إليه هو العيد. يعني ما معقول أنه في ناس تحتفل العيد وبعد يومين أو ثلاثة أيام ناس آخرين يحتفلون بعيد. هل أكو مكان، هل شيء يجوز أن مثلا العدول مثلا من خلينا نقول مثلا السيستاني الأكثر شهرة، مثلا من مرجع السيستاني إلى مرجع آخر مثلا في هذا الأمر؟ هنالك جواب في القطرة لحل هذه الإشكالية، لأنه هذه بالفعل جاي تتوسع وجاي تسبب إرباكات للأمة يعني بشكل يعني مخزي في كثير من الأحيان. يعني تلقى أحيان بالبيت الواحد واحد صايم وواحد فاطر وواحد معيد والثاني ما معيد، وعركات تصير بيناتهم، وهذا يقول مدري شنو، وهذا يقول، واللي يضطر يسافر، واللي يضطر مدري شي يسوي، وشغلات. يعني إحنا نقول هذا إحدى حلوله، لأنه هذه عمت به البلوى، هو تفعيل مجلس شورى الفقهاء المراجع، حتى المراجع يجتمعون يأتمرون يتشاورون في ليالي الاستهلال. أولا هذا راح يساعد في مسألة تلاقح، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يساعد في مسألة تلاقح المباني والأفكار، لأنه المباني هم تختلف بينهم مثل قضية وحدة الأفق وغيرها مؤشكل، فمن خلال الجلسات هذه نفسها ممكن تتقارب وجهات النظر فيصلون إلى كلمة سواء. وثانيا مسألة الشهود،
يعني إذا الشهود يأتون إلى مرجع والمرجع هذا يوثقهم، المرجع آخر هم يأخذ بهم بشهادة هذا المرجع الثقة اللي يعتمد عليه كذا، مراجع أقران. بس ما أدري ليش هذه مع الأسف النظرية العظيمة لتفعيل شورى الفقهاء المراجع ما جاي تتفاعل. يعني متى يجتمعون بالفواتح؟ متى يجتمعون؟ ما أدري لما تصير رزية عظمى كبيرة مثل قضية تفجير العسكريين عليهم السلام، حرم العسكريين اجتمعوا، شفتهم طلعوا أربعة قعدوا مراجع مثلا. مثل هذه القضايا هم تحتاج يعني حتى الأمة شوية تكون على كلمة سواء وكذا، أخو جاي يصير فضيحة يعني. مو شغلة هذا يقول لك واحد اثنين كانوا راكبين بالسيارة وصار لهم حادث اندعموا وماتوا، صلوا عليهم دفنوهم كذا ما أدري شنو كذا، بعد مرت سنوات طويلة مئات السنين مرت، الدنيا انقلبت، الفضاء تغير لونه، الأرض كلها صارت حمم وبراكين وزلازل وما أدري شنو كذا. فواحد منهم قام من قبره، قام جاي قاعد الثاني، يلا قوم ولك قوم قوم قوم، قال شكو وش صاير؟ قال قوم يوم القيامة ما جاي تشوف؟ قال لا احنا مرجعنا يقول باكر ما ثابت عندي اليوم. جاي يصير هالشكل. الإشكالية اللي صار انه مثلا هسه اطفالنا في مدارس هسه منهم كلش ما يقبلون الغياب على الاطلاق، فمن يجي يوم العيد من يصير اختلاف ما نقدر نسفره، ما نقدر نطلعه من المدرسة، مشكلة. هذا السبب يعني مشاكل، وتري هنا قوانين شوية صار معدهم بعض الشيء. فهو هذا بحد لازم واحد يشرح لهم، لازم تشرح لهم إنه we are different sect، إحنا مختلفين، إحنا عندنا إثبات يعني شيء آخر. لازم واحد يشرح لهم، غير هذا الطريق ماكو. حتى يستوعبون يستوعبون إن شاء الله. عفواً هذا السؤال الأول. السؤال الثاني كان على الطوفان في زمان نوح عليه السلام. عليه الصلاة هل والسلام. كل الأرض غرقت؟ يعني أخي بعض الأبحاث تقول فقط جزء من. نعم. هو في الحقيقة نظريتين أكو. نظرية تقول كل الأرض، وبعضهم هم يدعمون هذا ببعض ما أدري يعني الدراسات الجيولوجية ومشاكل. وبعضهم يقولون لا هي هاي بس هاي المنطقة، المنطقة التي كان فيها الأرض المأهولة. المسكونة اللي كانت في محيط الشرق الأوسط في زمان نوح عليه الصلاة والسلام. كلاهما محتمل والعلم عند الله عز وجل، لما يظهر إمامنا عليه السلام يبين. إذا كانت فقط منطقة الشرق الأوسط فأكيد كان يكون ناس في أماكن أخرى مثلا من لا، هذا أصحاب هذه النظرية يقولون لا، هذه الأرض المأهولة لازم يكون ماكو ناس إلا بهاي الأرض. يعني الطوفان حصل للأرض المأهولة اللي فيها ناس. فهسا إذا افترضنا الأرض المأهولة كانت، خلينا نفترض تمتد من أواسط إفريقيا إلى أواسط آسيا مثلا إلى الصين وهالأماكن والتبت وهالأماكن، هذه الأرض التي شملها الطوفان. يعني النظرة تقول أنه في أمريكا كان في ناس لا مع بعض قبل ذاك الوقت. طبعاً هو كلام هنا، هذول الناس هذول ناس أم نس ناس كما في الروايات، لأنه الروايات إحنا الوحيد المذهب الوحيد أو الملة الوحيدة التي الذي يحل الملة التي في تراثها المعارفي تفسير لهذه الاكتشافات أو وجود أناس مشابهين للبشر إلى حد كبير يصل إلى 99% تقريبا، فروقات شوية خفيفة، الأصابع شوية أطول، عظمة القدم مسطحة ليست محدبة أو مقعرة وأمثال ذلك. هسه هذا يسموه الإنسان الأول، يسموه أي اسم يقول، بس حتى لو يسموه إنسان بالنتيجة. بقية الأديان والمذاهب ليس لديها تفسير لذلك، نحن لدينا في تراثنا تفسير أنه قبل آدمكم 70 آدما، يعني آدم عليه السلام هو بداية سلالة بشرية على هذه الهيئة التي نحن فيها.
طيب احنا يسمونا الناس، قبلنا ماذا؟ الآدم الذي كان قبلنا وسلالته آلاف السنين، ماذا يسمونه؟ نس ناس. الرواية تقول يعني هم كلهم كانوا موجودين وانقرضوا. هو الكل صنف الإنسان يعتبر مقارب للإنسان. ناس، شوف من لفظ الرواية تعرف، من لفظ الأسماء تعرف شيخنا. ناس ونس ناس. شيخنا هذه أقدم جمجمة شام دزلية شام الأشقر، إيه؟ هذه أقدم جمجمة كانت تختلف عنها، تختلف شوية، أكو اختلافات قلنا يعني طفيفة تكون. بس الرواية تقول قامت قيامتهم، قامت إيه خلصت. كيف يعني بقيت هذه الآثار لهم؟ ليس البعث هو جسد الله يبعث، بعثهم غير بعثنا، ما نعرف بعثهم عن بعثنا، هذه أجناس تختلف. إحنا بعثنا مخصوصين بهذا الذي ذكر أنه يصير حشر ونشور ماشي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. إذا قامت قيامتهم يعني بعد خلص راحوا وحوسبوا، راحوا لذلك العالم. هسه الآن راحوا لذلك العالم، بقيت هياكلهم، هذا يصير هم قيامتهم تختلف. مسألة إنه هنا سوق مليون سنة، هذه مو بحث دقيق شيخنا ظاهر. يعني بعض المنتقدون يقولون أصلاً هذه هياكل مال كائنات أخرى يعني، وحتى ما مكتشفة، هي ما مكتشفة أجزاء كاملة. هذا كل لا ما نقدر ما نقدر نكابر يعني إلى هذا الحد. هذه هياكل كثير، مثل هذا الهيكل اللي هسه طلع لنا اياه، هذا هيكل شبه بشري كامل يعني. شويه قلنا شويه اكو فروقات بالعظم، شويه مختلف شويه، بس انت تشوفه تشوف هيكل انسان يعني الى حد كبير. طيب احنا ليش احنا رواياتنا تفسر تقول انه قبلنا اناس يشبهوننا، بس اللي يسمون اسناس اللي لها روايات معاني أخرى. يعني على هذا الأساس الآية الكريمة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي سواك عدلك، يعني هم هذولا مشمولين بهال كان قبل كان لا. الخطاب لنا نحن الآن، خطاب لنا نحن. أما قوله تعالى حكاية عن الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وكذا ونحن نسبح بحمدك، نعم. فهذه بعض المفسرين اللي عندهم بالآثار يقولون المقصود بها جن، نحن نقول يعم مسألة الجن والنسناس والأجناس الأخرى التي كانت قبلنا، هم جرى فيما بينها حروب وسفك دماء وكذا، ولذلك الملائكة انطلقت من هذه التصورات السابقة. طبعا هذا الجنس الجديد اللي احنا بيه ما قصر يعني، هم سوى نفس اللي قبله يعني، هم سفكوا الدماء وهم خربوا العالم وكذا يعني. ما شو حدوهم اي نعم. احسنتم شيخنا الحمد لله، وانتم كذلك. شكرا جزيلا. هو يعني يمكن ما اجري على موضوع طوفان نوح، يقال انه البحر الابيض كان وادي أخضر أو يعني شط مو شط الخليج العربي كان وادي زرع وأخضر وبعدين هذه إحدى النظريات. قرأت أنا بحث في هذا الخصوص، بس هذا غير محكم يعني البحث. لا هي نظريات طبعا، لا يعني أقصد حتى علميا ليس له تلك القوة. وثم هذه كلها لو كانت قبل ملايين السنين، قبل ملايين السنين هذه تكون هكذا يعني. ما بيننا وبين نوح عليه السلام ليس ملايين السنين. نعم صحيح، أحسنتم شيخنا. شيخنا واحد بأذان وقامة، بالأذان قال مرتين تكبيرات وبعدين نسى أنه قال مرتين أو أربعة، فشنو حكمه؟ يقطع ويعيد لو يستمر في الأذان؟ في الأذان وأذان وقامة، الأذان لازم أربع تكبيرات بالبداية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. له أن لا يعتني، وإن كان لدينا رواية تقول إن شككت في الإقامة فأعد. لا هذا الأذان هو بالأذان شد يقدر ما يبني على أيهما يبني لا يبني ما يمنع إن شاء الله.
زين صلاة ما في الذمة إذا يحدد هو إيش قد يعني مثلاً القصر والتمام، يعني هو يختار بكيفه لو مثلاً هو يقدر، هو يقدر يشوف الأوجه ما هو، الاحتمال الأكثر ما هو، أنه مثلاً أنا فايتتني خلي نفرض من صلاة الصلاة تامة متردد الآن بين 50 والـ100 مثلاً، له أن يبني على الأقل على 50. كذلك في صلاة القصر شوية يراجع شوية يعرف أنا كم مرة سافرت كم مرة رحت كم مرة اجيت، يقدر تقديرا. فإذا التقدير ما لا يتراوح ما بين رقمين له أن يأخذ بالأقل ويجزيه ذلك، يريد زيادة على ذلك يعني اطمئنان أكثر لا مانع. يصير يختص بتراب المسجد يعني يخليها بجيبه وكل مرة يصلي عليها ويحملها وياه ويخليها بمكان ما يعني بس ما يطلعها برا، يختص بها يحطها على جنب وما أدري شنو حتى لا أحد يأخذها شيء منها. لم يفوت حق الغير لا بأس، إلا حق الغير يعني متوفر، إذا متوفر ما فوت حق الغير ما بي إشكال إن شاء الله. هذه شياب المساجد كلها يحجزون السطر الأول ما يخلون أحد يصلي. عبد الله شنو شياب المساجد أرجوك؟ كل المساجد تقريبا السطر الأول خاصة يوم الجمعة حاجزينه من أول لآخر والسطر الثاني بعد نفس الشيء. شنو إيه حتى هو حتى مو قضية هناك بعميكو لا أصلا أكو غير شغلة، إنه تدري كمسألة شرعية موجودة اللي هو يسموه حق الأولوية. أحسن شيخنا. حق الأولوية أنه نفرض واحد من هذول سواء الشيبة أو غيرهم عرف في هذا المسجد أنه كلما يأتي هو يصلي بهذا المكان، وخصوصا إذا فارش له مدري مثلا سجادة حاطة تربة كذا، هذا الآن تأخر تأخر ذاك اليوم تأخر ذاك اليوم كذا، يجي واحد يعجبه أنه أنا أصلي هنا أنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو مو مسجد أبوك، هو مسجد مال كل المسلمين، أي واحد يصلي بكيفه أي مكان يوقف يصلي. يقول الفقهاء يقولون إشكال موجود بصلاة، هو إلى الآن ما جاي ذاك، عرفت شلون؟ بس يقول لك لأن حق الأولوية مالته، هو حق الأولوية طبعا. هو هذا مو زين يسوي هالشكل، بس احنا نفرض صارت يعني بحيث أنه عرف بعد أكو ناس هالشكل يعني، وناس صلحاهم أيضا يعني خلاص هذا عرف بهاي الزاوية دائما هذا يصلي ليلة ونهارة بهالزاوية، بس شو اسمه واحد لي زاحمة يعني لي أذي هالشكل. والله إيش عندكم يا دعوفو خلي يأخذ راحته. المهم شيخنا لحد وين أنه تقدر تأذن وتقيم بعد أذان الوقت؟ طول الوقت. ها طول الوقت لك حق تأذن وتقيم حتى بعد الوقت، تريد تقضي صلاة فاتتك هم تأذن وتقيم هم أذن وقيم، هاي إلك نفسك لما تكون الأذان بالمسجد. يعني المسجد هنا احنا دائما نريد نأذن وقيم اي نعم، فيكون قريب مثلا الفجر يعني شروق الشمس يعني قبل ثلث ساعة من شروق الشمس يحق لنا نأذن وقيم؟ يحق إن شاء الله. نعم جزاكم الله كل خير شيخنا الغالي. جزاء اللهم صل على محمد وعلى محمد. شيخنا قاعدة إسلامية قضية استعمار الأرض من عمر أرضا وأحيا أرضا، يعني هذه في زمان ظهور الإمام صلوات الله عليه صلوات الله يعني يحتاج إلى إذن من الإمام أنه يجيز في غيبة الإمام في زماننا الحالي، يعني هاي الأراضي المتروكة اللي هي الدولة حاطة إيد عليها شلون وضعها يكون؟ الحكم الشرعي في مثل هذا الزمان أنه من أحيا أرضا مواتا فهي له، يعني هي بالأصل ملك الإمام عليه السلام، لكن الإمام يملكها لمن يحييها بمجرد إحيائها. الدولة ما تملك، الدولة هذه كل الدول لا اعتداد بها شرعا، يعني تصرفاتها ليست منظورة شرعا، تصرفات من غير ذي اختصاص أصلا، ما لها كيان ما لها غير منظورة عطاياها وتقسيماتها أيضا. لا بس عطت عطايا هسه واحد أخذ هاي الأرض الفضاء أحياها صارت ملكا له خلاص ماكو إشكال عليه.
بس لا نفرض صادرت أرضا وأعطت لواحد مثل ما صار هواية بالعراق، هذا كل إشكال، كل الصلاة بها باطلة، هاي الأرض والتصرفات اللي فيها باطلة، هذه مو ملكك ولا ملك الدولة. يعني هسه أنا العفو إذا يسمح لي الشيخ، أنا أخذت أرض واستصلحتها وسويت وزرعتها، ملكك صارت شرعا ملكك. الدولة قالت لي أنه هذه مو ملكك وأنت ما متعاقد عليها. الدولة ما لها حق، بس هو حكم القوي. صحيح كلامكم كله صحيح، أنا مستوعبة، بس إجتي أخذتها عنوة وراحت وزعتها للغير. إي لا، هذه شرعا ملكك زيادة. وهؤلاء الذين أعطتهم الدولة هذه الأرض صلاتهم فيها غصبية إلا أن تجيز أنت. زين، هسه اللي موجود يمكن أكثر من 500 بيت موجود بالأرض اللي أخذتها من عندي الدولة عنوة، جرفت الأشجار ومدرش واخذتها زين وما عوضتني ولا فلس. زين، هذولا كلهم صلاتهم غير مقبولة. إيه، هذا إذا كانوا يدرون أنه هم جاي يغصبون، يعني هم أنت أخو ما وقفت عليهم قلت أنا ما أحللكم واحد واحد. لا، هو أنا لا حول ولا قوة، أنا أصلاً أنا حللهم نخل قدامي دا يتجرب حللهم حللهم بعد خلص شو تسوي بعد حللهم يعني واعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ما استلمنا ولا فلس، مو لازم، نحتاجين فلوس خلي يدفعوا. الحمد لله الله عوضك بارض فضك الصغرى، هي اصلا الارض زرع فيها مثل ما تشاء. يعني اسمك يا ابو محمد؟ نعم اسمك هي. يعني عندك اوراق تثبت؟ طبعا عندي. حتى لو ما عنده اوراق تثبت، هو ما عنده اوراق. ما عنده اوراق، ما عنده اصلا اوراقها، ما لها اي قيمه شرعا. هاي الاوراق غير كلها شنو يقول المصير بلها واشرب ميتها، ما بيها فايده. هذه هو واحد الآن راح أي أرض فضاء، أي أرض فاضية، هو راح زرعها، بنى له شغلة بيها، سيجها، سوى له شغلة بيها، صارت ملكه خلص، هذه شرعا مالته صارت. الأرض لله ولمن عمرها، انتهى الموضوع. ترى في قانون في بريطانيا نفس الشيء، قديمي قديم كان. الأرض إذا قعد 10 سنين يرعى فيها اي مالها خلاص مستمر سيكي. هذا القانون مستمر. عندنا ارض في ميلتون كينز حق صاحبي، قالوا لي دير باك صار لها 15 سنه شاريها وناس قاعد ترعى فيها، قالوا لي روح حط ايدك لان اذا يروح خلاص يسجلها باسمه. عجيب. الحين رحت خليتهم يصورونه وهذه خليت لا ياخذها. رجع لي 10 سنين. السؤال قبل كم يوم على كربلاء وانا قلب التلفزيون احد الخطباء على المنبر حكى روايه، الروايه بصراحه ما دخلت عقلي، فقلت اسعد بها سماحه الشيخ، انه النبي صلى الله عليه واله صلى الله عليه وسلم هو يتزوج وحده، وهاي الوحده جهزوها عائشه وحفصه لعنه الله عليهم، فانه قايلات لها انه اذا شفت النبي قولي اني اعوذ بالله منك. نعم. والنبي سرحها. اي هاي الروايه صحيحه؟ لو مو صحيحه، لو عندنا ما موجوده عندنا طبعا. أنا دورت في الانترنت ما لقيتها. لا، هي موجودة هذه الرواية، ولكن نعم تسريحها لماذا؟ لأنها إذا بلغت مرحلة من البلاهة الغباء والغباء اللي ينطلي عليها مثل هذا الأمر التافه من هاتين الخبيثتين، إذن هذه ليست أهلا لأن تبقى في عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني النبي خو ما ناقص بلهاء بعد. شيخنا بس هنا النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله ما قال هاي ما جاي تعرف خليه. لا بس إيه، لا هو لا هو رأسا، بالعكس هو أكو فرق. شوف يعني أكو مرة واحد يجيك تقول هذا ما عارف ما متعلم، بس الشيء اللي ما متعلمه تتوقع أنه عنده مستوى من الإدراك أنه ممكن يتعلمه، يعني عرفت شلون؟ أما إذا شفت مستواه كلش هابط بحيث تنطلي عليه أتفه الأمور، هذا تقول له بعد اعذرني يعني أنت بعد روح أنت ما يفيد وياك. مثل ذاك صاحبنا اللي كان بقوم، أحد الأخوة كان، فهذا إجا جاي تعالوا درسوني حوزة،
أنا أريد أدرس. أول شيء خلوه لواحد من أصحابنا كان يعني يقول خلينا لنا درس منطق، هاي جاي نشرح للمنطق طول الوقت بالدرس، هيك جاي بس يباوع وما فهم ويكرر، يقول لها فهمت؟ يقول شيخنا هذا ما يكض، هذا ما يكض. قال مو مشكلة هسه نعيد الدرس لك. عادول الدرس بعد نفس الشيء، سأله فهمت كذا، يقول هذا ما يكض شيخ. ثاني ثالث مرة رابع مرة خلاص يابا اليوم بطلنا تعال باكر، كل ما يقول هذا ما يكض. قالوا له خلاص بعد انت اذا هالاشياء البسيطة ما تقدر تكضها انت روح شوف لك غير حرفة بعد غير شغلة، انت مو مال تصير معمم وكذا. الحاصل راح الزمان، اجى الزمان، نفس هذا الأخ صاحبي هذا يقول أحد المشايخ بالحوزة يعني يقول شفت ذاك اليوم معمم ما شاء الله، يقول هسه جاي أركب التاكسي بشارع شار مردون هذا في قوم، شفت واحد ما شاء الله عمامة كبيرة وزينة وشنو، ولا هذا بس قلت له ها شيخ ما يكوض، شلون هذا شلون صارت الأمور؟ قال مو أنتوا دوختونا وشغلات شك، وهذا منطق وأصول وفقه وما أدري شنو، تعال هسه أنا أراويك شنو عندي. يعني يقول إجا قاعد قرار من هالأشعار والنواعي وما أدري شنو، زين قال هو هذا بعد ليش هاللغواه مالتكم هسه هاي شغلة، وخلاص بعد شفنا رزقتنا ونصعد منبر ونقرأ خلاص بعد. فأكو هالشكل يعني، هذه مرأة انت جاي الخاتم الانبياء صلى الله عليه واله، انت تعرفين انه لا يستعاذ الا من الشيطان من الشر من كذا، تستعيذين بالله من رسول الله، يعني اذا هذه معناها مستواها الادراكي والعقلي كلش هابط، بحيث هذه خبله مجنونه اللي اي وحده تقدر تضحك عليها تسوي مشاكل هذه، وتسوي مشاكل بعدين، تسوي مشاكل النبي في بيته، هو ما ناقص مشاكل، فهذه ليست اهلا. فالنبي صلى الله عليه واله خلص سرحها بعد تسريح باحسان. شيخنا سؤال، هو النبي صلى الله عليه واله يعرف انه عائشه وحفصه الله يلعنهن ان اللي حركن هاي المره، نعم تمام، يعني هل النبي راسا قال اروح لاهلك بعد ما تفيدي لو مثلا ما تفيد؟ إيه بعد خلص ما تفيد، لأنه قلت لك إذا هالمستوى الواطئ إلى حد أن مثل عائشة وحفصة هاي الشغلة البديهية يضحكون بيها عليها، إذا هذه بقائها مع النبي خطر. مع عائشة نفس اليوم هو ترى يعني هاي الرواية موجودة عندنا، موجود قضية العسل وزينب أيضا هم سووا مشكلة للنبي بيها. إيه هاي طبعا هم رواية أهل الخلاف العسل وكذا، قضية ماريا عليه السلام إحنا نقول هذا كل تمثيلية مصرية، هذا ما يقول هذا ما يكون على هذا إيه، هذا هم يعلم ومدى ومدى يقبل الدرس، مدى يقول له لو كنت علم في ذهيم كان علم ايه زين نعم، ولا عاد هذا يكض وما يكض جايبك هسنت على حوزة محمد دروح بالي. وهذه احدى المشاكل طبعا، نحن نقول ان الخطباء من الجيد أن يتفقهوا أكثر ويجتهدوا حتى يصلوا إلى مراتب عليا من العلم، لكن في نفس الوقت نبقي الباب مفتوحا لمن لا يريد ذلك، بشرط مهم جدا، أن يقتصر وهو يخطب على المنبر على ما هو المعهود، ما يدخل في مسائل خلافية أو مسائل منهجية، ما ينصب نفسه موجها للناس، تعالوا ظاهروا، تعالوا سووا مدري شنو، تعالوا عرفتوا شلون، هذا مو صنعتك بعد، انت رجل ناعي للحسين عليه السلام، وما اشرفه ترى ناعي الحسين يتقدم حتى على الفقيه في يوم القيامه، بعض النعات يتفقون حتى على كبار الفقهاء يوم القيامه، مو شغله بسيطه هذه، انت هاي شغلتك، اختصر على الاخلاقيات المواعظ الاشياء يعني المعهوده. اما تشوف مشكلتهم شنو، بعضهم اميين
أمي بمعنى الكلمة أمي، هو بس هذا على طريقة صاحبنا هذا مايكل، يعني هو بس حافظ له كلمتين وبيتين شعر وشغلات وكذا وامر، ويجي يتكلم على المنبر وشوف ينصب نفسه فجأة مفكرا حضرة جنابه، يوجه الناس يعني صاحب نظرية يعني معينة، تعال الإنسانية النظرية الإنسانية وما أدري شنو، يطلع خبل ما يفتهم كوعة من بوعة. هذا هم يطلع شنو السيدة زينب عليه السلام ما تريد منك شمعة، ما تريد، يدخلون بهالأشياء على الشعائر، يدخلون بها الأشياء القضايا الأمة الكبرى يتدخلون بها، إحنا مو من أهل السب والشتم، أنتم منو ما أدري شنو لندن وما شنو، يتكلم قضايا خلافية كلش عويصة، أنت كوجا مرحبا حتى تتكلم بهاي الأشياء، أنت وين وهالأشياء وين؟ كل رحم الله امرئاً عرف قدر نفسي، أنت أهل اختصاص حتى تتكلم هالأشياء؟ هذا المشكلة شنو؟ فتنة الجماهير، يعني هذا يجي يشوف ما شاء الله منبر خصوصاً بالعراق، والناس تحب أبو الصوت الحلو واللي بتشيهم واللي كذا، زين هذا لا بس، بس لما هو يشوف يفتتن هم ناس قاعدين هم يفترشوا الشوارع، وهذا يجي يمه وهذا يقبله وهذا مدري شنو، فضائيات تنقل ومدري شنو، وانترنت وفيسبوك وما فين، صار هذا عالمهم بعد، كل واحد صار بهالعالم إيه، وتلقى ينصب نفسه موجها للناس على أي أساس؟ أنت لست في مقام التوجيه في مثل هذه القضايا الخطيرة الكبرى، أنت تقف عند حد معين من المواعظ الأخلاقيات العامة وخلص، تذكر المصيبة، تذكر الأمور التي تجعل الناس تبكي على أهل البيت عليهم السلام، الحمد لله نعمة، وقلت هذا لازم ما يبخسه، يعني هو المصيبة إذا يفكر، إذا عياذا بالله يفكر من هذا الكلام أنه أني بس أحكي بهالأشياء، ترى هذا يسلب التوفيق، هذا أصلا أكبر إثم يمكن، هو هالأشياء بسيطة، أنت تتصور أنه واحد يوفق لأن يبكي الناس على الحسين عليه السلام، هذا فقهاء كبار كانوا يتمنون هاي الشيء، ما عندهم قدرة، مو كل فقيه يقدر يبكي الناس، هاي يحتاج القدرة ويكون يذكر مصيبة ويذكر نعي وكذا، يعني فإذا يسترخص هذا الشيء هذا معناه دنيوي نعوذ بالله. يا أخي رحم الله مريان عرف قدر نفسه، أنت واحد صدق عظيم القدر علميا، إلك باع كبير طويل، تقدر تتكلم بهذه المسائل، ملم بآراء الفقهاء بالمدارس الفكرية التي بيننا، تقدر تحسم النزاع في مثل هذه الجدليات، لا بأس تكلم ويرد عليك ويصير نقض إبرام وإلى آخره، أنت مجتهد مراهق للاجتهاد تكلم، فاضل من فضلاء الحوزة تكلم، عندك قدرة على النقض والإبرام تكلم، أما أنه لا تصعد منبر وأنت عامي أو نصف عامي بل نصف أمي أحيانا وتتكلم بهذه الأشياء الخطيرة الكبيرة، هذه جريمة. رحم الله امرئا العفو، هذه شو اسمه بيها تكملة، رحم الله امرئا عرف قدر نفسه وكفى الله وكفى الناس شر مغبته. نعم تقريبا شيء من القبيل. نعم شيخنا هسه كنت في ألمانيا هاي على العطلة، فكان استشهاد السيدة الزهراء سلام الله عليها، عليه الصلاة والسلام، من لبنان أول مرة يجيهم في الحسينية، يعني أنا كنت بس الوحيد لابس عقال وشفية وقاعد وكذا والناس على العموم، فظل يحكي هو على المنبر يعني عنده صوت، فقال فقتلوها فارس صحت لعل الله عمار، كنا ظلت باوعي لعل الله أبو بكر، هو يقول فلان وفلان فنزل، بس والله شيخنا قدام الناس قلت له أنت شنو أنت ليش ما تحكي أطمالك الله شنو، جاني واحد من قايمين بالحسينية قال لي ما يصير هذا ضيف تحكي، قلت له لا مو ضيفك هذا صعد على منبر الحسين ما جاء طالب بكر وعمر، ليش منو قتلهم؟ ما ردفتيهم على منو قتلهم؟ منو قتل الزهراء سلام الله عليه؟ غير فهمني هو قال لي حجي تعال قعد خل اشرح لك، قلت له اريد الناس كلها تسمع ما اريد تشرح لي اريد الناس تسمع، قال مو احنا هذا تسجيل
وقاعد يسجلون كذا ينبه. واحنا السيد القائد ما يقبل. يا قائد قال الخامنائي. قلت له تقلد من؟ قال قلد الخامنائي. بالعراق؟ لا بلبنان. لبنان. ألمانيا. ألمانيا. قلت له يوم القيامة الخامنائي يفيدك إذا 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 هسه أنا حاجشتك، ويوم القيامة إنه رب العالمين يسألك ليش ما بينت من قتل الزهراء سلام الله عليه؟ قل له خامنائي. يقول له قل له إذاك هو الخامنائي. قلت له شو تحكي هسه محاضرتك كل شيء ما افتهمنا من عندك، مواعيد وطيارة وما أدري شنو جبتها علينا. شافوا الجماعة اجى واحد قال له أحسن شيء. قلت له على شنو أحسن غير افتهم على شنو؟ إذا أنت ما تفتهم المجلس اللي قاعد بيه غير محتوى شنو؟ احنا قاعدين اليوم مجتمعين لاستشهاد الزهراء سلام الله عليها. بين لي انطيني شنو اللي سوته الزهراء وشنو اللي سووه الزمرة غير تبين لي. احسنت على هذا الموقف يعني، بس الكل كل بعديات هذا شيء مؤلم طبعا. اي والله كان يقولوا لي والله عاشتين سكتت حتى عشاء ما تعشى شرد والله عشاء ما تعشى. قال يحطوا لي سفير الدروع على جاي ضيف وكانوا حاطين 150. قلت لهم والله دي طيتوا 150 والقرار انا اسوي طلاب هذا اصير ما تطول ولا فلس حتى تخلونه يرجع بالقطار ما توصلوا له شنو هذا؟ قالوا حجي بعد ما حد يجي يقرا عندنا هذا يروح يحكي لنا لي ويجي عندنا خي لا يتحدي. ليش ما تعلقه بعد مره واحده حتى الشيخ لبط قلبي قاعد ويعني مو هي المشكله خلاص متعلمين هم على هذا الشيء يعني واحد هو صوته صوت هو صوته صوت ذاك اللي يسميه السيد القائد. اي والله هذا اللي خرب الناس كارثه والله. وجابها على بهجه وعلى العفانيات وما ادري شنو ودارها من لا. قلت له شنو هذا حكي؟ قال انت وين دارس؟ قلت انا ما دارس لا تسالني وين دارس بس انا جاي احاسبك على الكلام اللي قلته والناس اللي جايه تحضر تريد تعرف المصيبه. انت اصلا شردت على المصيبه كلها عندك صوت دعيت شويه صحيح. هو طبعا هذه ملاحظة موجودة على خطباء هذا التيار الساقط المنحل إن شاء الله أنهم ما يحلو لهم منبر واحد دون أن يؤدلجوه سياسيا. يعني لازم جزء من المحاضرة مالته لازم يكون في أدلجة سياسية في خدمة النظام، فلازم يجيب هاي الأشياء اللي هو جاب على جسد. على هذا أبو مهدي المهندس وعلى هذا هو جسد هو يعني ما يرتاح يعني ما يرتاح إلا لازم يجيب هالأشياء وكذا. أصلاً مرة قبل سنوات شوفوني واحد خطيب هيك جاهل كذا على المنبر جايبتش الناس مصيبة السيد القائد ما أدري شنو بالقطيف إيه زين ويقول السيد حسن والناس تبكي ما أدري شنو ويقول حسن نصر الله ونصر الله ينعون وياه يعني على أساس عرفت شلون؟ والوهابية رخصهم مسخرة والله مسخرة وعشنا وشفنا أخيرا هذا من بر الله يترضى يترضى على عائشة لا لا من هاي يترضى على عائشة وأبو بكر قال ماكو شيء. طبعا هم الجمهور اللي قاعدين هم اغلبيتهم لبنانيين فصار نقاش انا وياه. قلت له راح اسالك سؤال انت غير دارس هذا فقه وكذا قال لي. قلت له النبي كم بنيه عنده؟ صلى الله عليه وسلم. قال لي بس فاطمه الزهراء ما عنده. وين قلت وهم صار نقاش وياه. قلت له عمي تاكد من معلوماتك. قال ذني ربيبات بنات اخت خليفه سلام الله عليه. وين قلت خطباء السلام عليكم شيخ يقولون عنده بنت الوحيد عليكم السلام على مستوى حلاوة مناجات الله. اكو حديث قدسي الله عز وجل يقول ان اقصى ما افعله بهم اسحب حلاوة مناجاتي من قلوبهم. يعني تختص بشنو حلاوة المناجات؟ هل هي الصلاة؟ هل هو بس الدعاء؟ او كل شيء كل ما يناجي به الانسان وربه. زين كيف أوصل لهاي درجة الحلاوة؟ هل ببطء صلاتي مثلاً؟ على علاقة البطء أو الإسراع طبعاً الخشوع هو المناط. لعل فرداً يصلي صلاة سريعة بس بخشوع وفرداً يصلي صلاة بطيئة بس ذهنه بغير عالم بالوديان والسهول. يعني الخشوع هو من الخشوع إيش؟ الخشوع يكون كثيرا ما من مقوماته أن يصلي الإنسان الصلاة على مهل، هذا صحيح، بس مو هذا مناط الخشوع. الخشوع من اسمه معروف بعد
أن تخشى على الله عز وجل. لما تقف تعرف أنك واقف بين يدي من؟ الله. إذا أخذوك يودون أي واحد أمام ملك، شوف شلون يضبط نفسه، شلون يوقف، شلون يخاف، شلون يعني، حتى إذا ما يخاف يعني كل شيء ضابط، يعني ضابط نفسه مضبوط يعني. يتهيب يتهيب، نعم. عرفت؟ مو بس هذا، إذا يفتحون عليه كاميرا والعالم تشوفه، عرفت شلون؟ هم هالشكل خلي يوقفوا بالملعب، اي، وكل الجمهور يتفرج عليه، يتفرج وخلي يصلي إذا عرف، اي نعم، يعني يكون كلش يحاول يضبط نفسه ومنتبه ومشدود الأعصاب. أما لما يصلي لربه هو على موعد مع الله عز وجل في هذا الوقت، تلاقي سبحان الله يعني مخه يروح منه، مخه يروح منه، ما يخلي شيء ما يفكر. واحد من المشايخ في قم كان يقول لنا أنا إذا نسيت فرد شيء أقوم أصلي حتى أتذكر بالصلاة. الشيخ أنا مو عمل الشيطان يجعل الشياطين، طبعا الشياطين تجعل أخوه، ليش؟ هم من ردايته أخوه، لو شياطين هو مؤمن مضبوط وضابط نفسه وعنده خشوع، الشيطان من بعد 5-6 فراسخ ما يقدر يقترب منه، يحترق، الملائكة تحرقه. هذا يروى شيخنا احد الناس العباد يعني، كان هو عفوا بين كلامهم تقول شياطين، هو كثير من الناس يذبون مصايبهم على الشيطان، يطلع الشيطان بريء. يا ابي ليش سرقت من هذا؟ والله الشيطان ضحك علي. هو الشيطان يمكن اصلا ما موسوس له ابدا، هو منه وبي المصيبه. شوفوا الان مثلا الخطبه النبويه الشهيره في شهر رمضان، شنو النبي صلى الله عليه وآله يقول عن الشياطين في شهر رمضان؟ تغلب. شنو؟ شهر فيه الشياطين مغلولة. أحسنتم، شهر فيه الشياطين مغلولة، مغلولة مقيدة، ما تقدر تتحرك، ما تقدر تسوي شيء. وهاي تعال شوف شهر رمضان ماكو فسق ما يسوونه المسلمين، محلات مفتوحة، أنواع الفسق والفجور في شهر رمضان، أصلا يتسابقون طول السنة يشتغلون، يسوون مسلسلات، يسوون مدري شنو، يسوون كذا، وبشهر رمضان يسوون هالأشياء والألاعيب والرقص والأغاني والمدري كذا. شهر رمضان معنى ذلك أنه إبليس وأبناء لعنهم الله كلهم قاعدين يعني فترة إجازة هاي مالتهم، هذا الإجازة هي، يشوفون بس هذول شو يسوون من عدم وهم يذبون أبو يدخلون كورس عندنا أبي الدور يجيني مرتين خلص مني ولا أبي يفتر مداخلات قللوها إن شاء الله. شيخنا سؤال، شنو حكم الفقهاء على طوائف تدعي الإسلام أو تردد الشهادتين؟ اللي المفروض اللي يدعي الشهادة ويقول الشهادة يكون مسلم، بس نقضا بضروري من ضرورياتنا، النقض الضروري. وأعطي مثال، مثل طائفة الـ هذول اللي يسمونهم الدروز. الدروز لو تتكلم ويقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن مثلا إنكارهم لكثير من الأنبياء، تركهم للصلاة استحلالا، شربهم لضمان المسكر استحلالا، أو حتى القاديانية مثلا الذين يقولون بنبوة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حتى يمكن الصلاة يصلون، يعني يقيمون بعض شعائر الإسلام. فشنو حكم هذول وحكم التعامل معهم؟ يعني هل ينجسون؟ هل يحكمون بالإسلام؟ أنا صراحة دورت سيد المرجع ما لقيت جواب صحيح. لا، ليسوا محكومين بالإسلام، لا، لا القاديانية ولا البهائية، نعم البهائية، ولا الدروز، ولا النصيرية كذا، ما يحكمون بالإسلام، لا لا، لازم واحد يجتنبهم مسألة الطهارة، يجتنبهم، نعم نعم نعم. أحسنتم شيخ. الإسماعيلية بعد والزيدية، الإسماعيلية صنفين، إسماعيلية اللي يكذبون الإمام الصادق عليه السلام، هذول نواصب، حكمهم نواصب، زيدية، نعم، لا مو زيدية، قلنا إسماعيلية، نعم. هنالك صنفان، صنف مستحل يعني يستحل ضروريات الإسلام، مثلا أسقط الصلاة، مثلا أباح الخمر، أباح المنكرات، اللي هم جماعة الآغاخان، آغاخان وين موجودين؟ بالهند موجودين،
بعضهم نجران باليمن موجودين، بعضهم في فلسطين لعله، هو بعض الشراذة. نعم. اي نعم اي بعضهم حتى في مصر لعله، اكو بعض الشراذة هنا وهناك. فهؤلاء خارجون عن الملة. اي يعني شيخنا، هل اكو دليل انه يجوز، طبعا سؤال يمكن متكرر بس، هل اكو دليل انه يجوز التوسل بالمعصومين عليهم السلام مباشرة بدون ذكر الله؟ مثل ما تقول اشفيني يا حسين بدون ما ذكر، لانه هو صار اكو احد المحاضرين في بريطانيا هو جاب هذا ذكر هذا الشيء وصار بلبلة كبيرة، وهو يدعي انه محاكي مع علماء في قوم ولا واحد قادر يجيب له دليل واحد انه حتى لو انت ناوي تقصد الله ما بس انه ذكرها بالطريقه فعلا. يعني معقوله هذا الى هالدرجه انه ما عنده علم ولا فهم انه يغيب عنه دعاء الفرج مثلا؟ لا، ما بي يا محمد ويا علي ويا علي ويا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولاي يعني غريب يعني هذا جو. اي مع الاسف يعني قاعد اشياء عن هذا الشيء، تكبرون اشياء عقلهم ما يوصل، يقول لك يا وجيه عند الله اشفع لنا. والغريب لما يدعي هذا الادعاء يقول انا رحت مراجع علماء ما حد جاب لي دليل، يعني غريب. اما اللي راح لهم مو مراجع علماء مضبوطين، اما هو رايح، اما هو ما رايح، يعني ما ادري هذا شلون يحكي يعني. زين عبد الله، هذا كيس فوق مالتك مال الكرزات؟ ايه اكل على راحتك. يقول لك لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم تشيعه وهل دفن في الليل؟ وهل صحيح النبي صلى الله عليه واله لم يدفن 3 أيام؟ بعدين في جزء ثاني ما مو مرتبط بالسؤال، كم مره صار الهجوم ومتى؟ بعدين لما يفتيني دور عندي. احنا شرحنا هذا بالتفصيل في كيف زيف الاسلام، وقلنا ان النبي صلى الله عليه واله بقي يوم وليلة، يوم وليلة باقي، فدفن صلى الله عليه وآله. وتشيع ما يحتاج بعد، لأنه ما ينقل النبي، كرامة كل نبي أنه حيثما يقبض يدفن، هذا المكان الذي اختاره الله عز وجل، فدفنه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، وهو الحجرة النبوية الشريفة. أما بالنسبة إلى الهجوم على دار الزهراء عليه السلام، فهو على الأقرب 3 هجومات كانت تصاعدية يعني تدرجية. الهجوم الأول كان لما جاء قنفذ لعنه الله وأراد حمل أمير المؤمنين عليه السلام على البيعة، فأمير المؤمنين عليه السلام قال لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي، سد الباب بوجهه. هذا اللي شفتوه بالفيلم، هذا مختصر يعني دراميا، يعني هو كان لا كان بيه تهديد وكان بيه يعني، فهو يأخذ طابع الهجوم. الهجوم الثاني كان لا، أمير المؤمنين عليه السلام ما تصدى لهم، كان أيضا مشغول، فالزهراء عليه السلام تكلمت معهم وقالت لهم أحرج عليكم أن تدخلوا داري بغير إذن. عمر أراد أن يقتحم بس جماعة من حوله امتنعوا، اعترضوا، قالوا للزهراء قالوا لا ما نقدر، شنو مو له الدرجة يعني. فقال ما لكم أو تراني أفعل هالشكل، حاول يبررها يعني سياسي يعني تتوقع بس هالشكل، تهديدات جوفاء كانت أطلق يعني، بس حتى يعني أحسم الموضوع وتم البيعة. أو تراني أفعل، إلى أن رجع الخبيث وجاب جماعة خالد بن الوليد مع قبيلة بني أسلم، هذول الطلقاء 300 عنصر مسلح، بعض الروايات تقول 3000 كانوا، وأخذ الأمر من أبي بكر لعنه الله أنه ائتني به بأعنف العنف، واقتحم الدار. 3 هجومات. يعني هسه واحد يجي قدام الباب ويشيل نار وهجوم وما ادري شنو، كم واحد يعني الناس اللي بالبيت ترتعب، يعني تصيبها رعب،
كيف الزهراء وانتدارها عليه الصلاة والسلام وقدام كل أي نعم. أنا مرة ذكرت في الليالي الفاطمية روايات أهل المخالفين أهل الخلاف أنه من أشار إلى أخيه بحديدة فأخافه شنو أخرجه الله من ولايته وما أدري لا مو ولايتنا أهل البيت لا أخرجه مو رواية أهل الخلاف رواية ما بي ولايتنا أهل البيت إيه؟ الملائكة تلعنه فقلت هذا من أشار لأخيه بحديدة فقط سن هذا عمر لعنه الله وجاب كتيبة جاب ونار والصياح وكذا وأنتم تقرون أنه أخاف الزهراء عليه السلام لا أقل بالتهديد وهذا شيء يخيف هذا يقول أما والله لا أفعلا ما ذلك بمانعي أن أحرق الدار عليكم فإذا حتى بهذا المقدار يكفي لإثبات حلول اللعنة الإلهية على عمر لعنه الله يعني حتى إن كابروا وقالوا لا ما صار اقتحام ولا صار هجوم ولا صار كذا ولا صار كذا قل له خلاص مو مشكلة هو هذا أصلا وقوف هذا النذل بن الحرام على عتبة باب الزهراء عليه السلام والخطاب معه بهذه الطريقة الوقحة التهديدية كاف أصلا يعني لإثبات حلول اللعنة عليه هذا موقف هذا المقام اللي هو واقف هذا النذل هذا مقام طاعة لله عز وجل لو عصيان لله عز وجل يعني شنو يعني هو أنت شنو الغرض من هذا كله تريد إجبار أمير المؤمنين عليه السلام على بيعة صاحبك خلاص لا يصير لا يبايع لا يبايع تركه شنو صار مو أنتم تقولون أنتم بأنفسكم أهل الخلاف تقولون ستة أشهر ما بايع هم يقولون ماذا كان على عمر لو تركه تلك الليلة يعني فرقت هواية يعني مثلا شون كان راح يصير يعني أسألوا عبد الفتاح السيسي يروح على الناس اللي ما بايعتها ما صوتت له بالانتخابات يروح يحرق عليهم بيوتهم شو يقولون عنه يقولون هذا شنو هالديكتاتورية شنو هذا مو كافي اللي سواه بمصر كل هالأشياء ورابع العدوية والإخوان وكذا تجي قناة الجزيرة أول قناة هاجمة وتقول هذا إرهاب شنو يعني ما صوتوا لك ما بايعوك شنو صار يعني لازم إلا تروح تهددهم ببيوتهم شوف شلون المقاييس عندهم مقاييس مختلة إذا يسويها أي حاكم من هؤلاء الحكام شوف شقد الآن يهاجمونه ويعتبرونه مجرما بس فعلها أبو بكر وعمر في بنت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا كان غرضهم ما أدري وحدة المسلمين وقضى الفتنة ومنع الفتنة وكذا ومن هذا الحكي شيخنا اليوم أحد المتصلين اتصل وسأل هذا السؤال يقول هل في أثر رواية أو شيء أن النبي صلى الله عليه وآله كان يريد الهجرة إلى العراق ولكن حالة الأمور ذهب إلى المدينة ليس على حد علمي لا لم أطلع على شيء كهذا فقط مسألة لو سمحت شيخنا ما دام ذكرت هذا الإعلان تفيد الحاضرين كذلك تفيد لذلك شيخنا بعض التحقيقات في شأن هجوم على الدار يقولون ثلاثة على ما تفضلت به ولكن يطالعون أيضا مجموعة الروايات في الطبري وما شاكله يعني تاريخ الأولى كانت بفض من اجتمع من بني هاشم في بيت أمير المؤمنين عليه السلام بنو هاشم اجتمعوا في يوم سقيفة في اليوم الذي نصب فيه أبو بكر لعنه الله اجتمعوا هناك أي ويعني بيّنوا أن هنالك أن أبو بكر غير مرضي عندهم فكلهم اجتمعوا هناك فنفس الوفد أرسل بقيادة عمر وقنفذ لعله والله العالم ولكن بقيادة يعني أحد شرطة السقيفة ففضوا هذا الجمع واقتادوا معهم أمير المؤمنين علي عليه السلام فجرت تلك الحادثة أنه المذكورة في كتاب المقتل أنه أرغموا على البيعة أي بنو هاشم وطالبوا أمير المؤمنين بالبيعة وقطعوا تلك الخطة التي قطعوها في المقتل يقولون هذه الهجمة الأولى أما الهجمة الثانية يقولون
عندما رفض الأمير عليه السلام واعتزل القوم في منزله. الهجمة الثانية وقعت لفض من اجتمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله عند أمير المؤمنين، منهم المقداد وسلمان وأبو ذر. يقول في تلك الهجمة الزهراء عليه السلام أيضا كانت في المنزل لم تخرج إليهم، ولكن رأوا توافد الأنصار أو أصحاب شيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام في هذا المنزل، وهناك جرت الاعتداء. الزبير دفع في صدره أو سلوا منه السيف، والمقداد دفع في صدره، وسلمان وجئت عنقه وجروه إلى آخره من أمور. يقولون هذه الهجمة الثانية، أي الأولى لفض بني هاشم، الثانية لفض من لفض الأصحاب أو يعني أصحاب أمير المؤمنين اللي يعتمد عليهم، والثالثة هي التي وقعت دون أحد فانبرت الزهراء عليه السلام. أما الاستئذان وانفض يعني أجب أبا بكر وأجب خليفة الخليفة وأمير المؤمنين، هذه لا يعدونها من الهجومات، إلا الثالثة اللي انبرت لهم الزهراء عليه السلام بينهم وبين الزهراء عليه السلام، بين قنفض الزهراء عليه الصلاة والسلام. يعني هي كلها محاولة للتوفيق فيما بين الروايات المتخالفة في ظاهرها، يعني تقديما وتأخيرا وكذا. نحن هكذا وفقنا فيما بين حسب اجتهادنا، وذلك توفيق آخر، والعلم عند الله. شيخنا هذا معناته أكثر من ست مرات. لا، ما نقدر نقول ست مرات، هي غالبا هذه ثلاث مرات يعني. بس شلون توفق ما بين الروايات، لأنه روايات كثيرة متناثرة هنا وهناك. عفوا شيخنا، أكو عندنا رواية ذكرت بأنه كان أمير يأم المقداد والزبير وبصلاة الجماعة ظهرا وتم الهجوم على الدار. أكو عندنا هيك رواية؟ لأن هاي يقول واحد من خطباء المنبر حاجيها في المدينة بالحجاز، واحد ذكرها، لأنه يقول كانت صلاة جماعة، ولذلك انبرت فاطمة الزهراء لفتح الباب لما نجوي على هذا، كان صلاة جماعة. يعني أنا رغم كثرة اطلاعي على هذه المسألة بالذات، يعني ما مر علي شيء قط من هذا القبيل. لعله مش مشتبه هو بالسؤال، أو هو من لعله مشتبه أو يعني ما أدري، يعني هو عطى العذر أو يعني يعتمد. عفوا شيخنا، أكو فد سؤال ثار الانتباه وموجود ردود كل شيء هواية بالإنترنت، بس كل يتهم مضادة، مو مؤالفة لكلام أمير أبا عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه، لما يقول الأكراد قوم من الجن لا تخالطوهم لا تقاربوهم. فالردود اللي موجودة بالإنترنت كلها ضد المقولة هذا. فواحد من الأكراد اتصل وقال كيف هم يقول عليهم هذا الشيء. فلما يعني عرضنا عليه الرد اللي موجود عندنا تحت اليد على أنه هم أكراد ذلك الزمان، والأكراد كان مصطلح يطلق على الناس اللي يختفون في الجبال. فاثنيناتهم قبلهن وقال اعترض على أنه الإسلام يحترم البشر وأنه رب العالمين أعطى حرية للبشر. فما هو الرد اللي تشوفه أو جاب أو هو هذا الذي ذكرناه في الملفات الإبليسية، والذي ذكرناه في الأجوبة في القطرة، أن المراد بالأكراد ليس هؤلاء القوم، وإنما من كرد إلى الجبل. يعني كانوا أناسا، مو أناس، كانوا يشبهون الناس في الحقيقة، وكان يلبس بهم حتى حوافر عندهم ذلك. أي يعني نعم، لأنهم يختلفون. أحسن. فكان هنالك تحذير، قوم من الجن مو قوم من الإنس أصلا، كانوا يكردون إلى الجبل. فالخلط اللي جاي يعني يصير، يعني هاي معرفتها ما يكردون ما قلت. نعم. لي يعني. الخلط اللي جاي يصير بين لفظ الأكراد وبين لفظ الكرد. هو في الحقيقة هؤلاء اللي في شمال العراق كرد وليس أكراد، مو أكراد في الحقيقة. أكراد صار يعني كلمة دارجة، خلي نقول. نعم. فالرواية لا تذكرهم، لا تمسهم، لا من قريب ولا بعيد. حفظكم الله ورعاكم. لا، شيخنا عندنا مسألة شرعية، ما هو حكم الدية إذا
إنسان كان بوقت مراهقته باسط أخته الصغيرة وسلمى كبرى قام تشكي من إذنها لما رايح مسوي أشعة طلع عندها كسر بالإذن. ثابت على يديه بكل أحوال. وشين يديتها؟ يعني هي مخابرتها وقالت لي أنا ما بري لك الدم. قلت لي أنا ماذا أسمع بإذني؟ طبعا هو مو زين هذا بس يلا. اشتري لها سيارة شيخ. أي والله. اشتري له السيارة لو هو فعلا حتى تقدر نوصلها شنو الدية وشنو حكومة والفصل مالتها ذهب بهالشيء أو فضة أو شلون يعني إذا سبب أنه فقدت السمع هي يعني فقدت له شنو صار أي على أساس بهالعمر بعد حوالي 30 سنة بأنه صار بأنه ثقل بالسمع وبعدين لما نسوي أشعة طلع كسر الإذن الوسطى قبل ما شديد كسر لا مو الطبلة تقول لك يعني عظام ضربة يصير كسر عجيب هذا ما أدري. المهم غالبا يكون عليه نصف الدية يعني نصف دية المرأة اي غالبا يكون هذا بس خليها من راجع بكتاب الديات نشوف بالدقة شنو يعني يذكرون فيها إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا قوم صالح عليه السلام على ناقة ويقول لك فدمدم عليهم ربهم فسواه كفوهم يعني انتهت يعني أمة محمد على قتل الإمام الحسين عليه السلام يقول لك عدم معرفة شهر يوم العيد فلذلك أكثر المسلمين يفطرون برمضان. هل هاي العقوبة لو كعقوبة ثانية شنو أمة محمد على عقوبة على قتل الإمام؟ عقوبات كثيرة يعني لا يوفقون لأضحى ولا فطر لا يوفقون يعني يسلط الله عليهم شرارهم ثم يدعون فلا يستجاب لهم هو هذا الواقع اللي صار اسمه من ذاك الزمان هذه إحدى العقوبات يعني معرفة شيء يوم العيد لا تفلح قوم العيد يفطرون برمضان ذاك غير شيء ذاك مذكور علته مذكورة في شأن آخر أنهم لماذا لا يوفقون يعني عدم استجابة الدعاء بس العقوبة مو بس هذه إحداها تسلط الأشرار كذلك على هذه الأمة سلبت البركة تسلط الأشرار على هذه الأمة بحيث أنه الذي يحكمنا عادة أشرار وهذه تجر معها كل شيء بعد هو إذا الأشرار حكم والشر يعم العالم يعني العقوبة تأجلت لهذا الزمن لا من ذاك الزمن كان أكو أشرار يحكمون أي متى ارتاح المسلمون من بعد قتل الحسين عليه السلام الأمة هذه ارتاحت ما ارتاحت دائما يعني من شر إلى شر بس ترمومتر مرة يصعد مرة ينزل مرة يصعد مرة ينزل بس يعني مستمر باقي الشر بس مو عقوبة إلهية إحدى العقوبات بس الله عز وجل أيضا من حكمته هو الإمهال يمهل ولا يهمل إمهال حتى الناس تشوف بعينها يعني ما الذي أحدثته نعم السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله ذكرت شيخنا في محاضرة الليلة أنه بعض المراجع المستنبطين للأحكام إضافة إلى استنباطهم بالأحكام يرون رؤى تؤيد ما استنبطوه من أحكام لكم محاضرات قديمة سواء محاضرة منبرية أو في أوراق بحثية أيضا ذكرتم نفس الشيء لعله في الاعتوار أو شيء أنه نحن المسلمين لا نعتني بالأحلام ولا نرتب حكما على الأحلام شلون نوفق بين الأمرين ما قلت في هذه الليلة أن الفقيه يرتب حكما على ما رأى في المنام قال يطمنه الحجية هي الاستنباطي لإعمال العقل بس كبشارة من الله عز وجل تزيده اطمئنانا يرى شيئا في المنام بس الترتيب على استنباط اي نعم لو افترضنا بس حلم بالليل انه الحكم في المسألة هذه كذا
من دون أكو استنباط كذا من دون أي استدلال أو نظر هذا ليس بحجة أبدا. بكري أخو دين المنامات ودين الشعوذة ودين الخرابيط هذا إلى الآن أتذكر هذول المضحكين كانوا يا ريت واحد يسوي فيلم وثائقي على هذا مع الأسف كله جاي يضيع وقت اللي صارت المباهلة طبعا غير أنه عثمان بن أبيه رايح للمطار بالكويت مستقبل هذا الكوس مستقبل استقبال الأبطال كأنه راجع من حرب أكتوبر يعني شلون محمد أنور السادات هالشكل يعني أمجاد يا عرب أمجاد ما أدري شنو هالشكل يعني فمستقبلين وناس وهذا وجايب له درع معطيه والله شنو بس رايح على القاهرة مصر حتى مو جاي لندن حتى وجه لوجه أنا كنت أقول في البداية وجه لوجه إنه الروايات عندنا تقول تشبكه يدك بيده 70 مرة تقول الصيغة مالت هذه وجاي صحح له 90 مرة المطي أنه شلون يتكلم كل مرة يخربط كل مرة يخربط يدعو على نفسه يسوي بشي بالغلط ما أعرف شلون يسوي بالغلط شخنا نقول متعمل ويفلت من العفوبة مرتبك كلش ما عارف متعمد مبارك يخاف من العفوبة الحاصل رجع هذا اجى عليه وبعدين شنو غير دعاياتهم بعدين انه انا اصبت بحادث بالطريق السريع الموتوروي وغير بعدين انه شنو اصيبه بالسرطان في الفك الايمن مع انه الانسان ما عنده فك ايمن ولا فك ايسر هو فك علوي فك سفلي بس شو تسوي بالبكري اللي كل شيء مقلوب زين هسه شنو طلعوا لنا مره شغله هذا واحد منهم عوضي ما ادري نسيت انا هم امام جامع منهم البشارة يا ناس خلص ياسر الحبيب خلص راح خلصت ليش بالله شفت بالمنام شنو شفت بالمنام قال كنت أقود السيارة وإذا أشوف شنو بالله نسيت إيه الإمام علي عليه السلام صار حادث من أول لا استغفر الله لا مو هالشكل شلون ناسي أنا والله بس المهم بي على أساس الإمام علي عليه السلام وأنه شنو جاي يعني شنو الإمام صلوات الله عليه ما أتذكر يرفسني يضربني شغلة من هالقبيل عرفتوا فعلى أساس الإمام عليه السلام جاي أدبني تخيل يعني أدبني ليش تحشي على عائشة يعني عرفت شلون شايف أنت يعني سخريات القدر يعني لا واحد كويتي بس انا ناسي منه العوضي ما ادري شنو العوضي مو العوضي هذا المشهور يمكن عوضي اخر كندري ما نسيت والله ما ذكر اسمائهم واحد اكو العوض فيهم بعد اي ما ادري شنو العوض اسمعني شوفك شيخ اي طلع هذه بالمنامات يعني هو منامات وانه خلاص انتهى الموضوع وتسمعون خبره ان شاء الله هالسنه هذه وانتهى الموضوع بس اكثر الاشاعات شيخنا اللي قريتها كلها سرطان وانه مرض قاتل سوف يصيبه اي وبعدين لما طلع كذب قالوا خابرنا المستشفى خابرنا المستشفى هرو هذا المستشفى هل قد يتصلون عليه خط بهذلوهم يابا مو عندنا طلعوهم شغلة لا قالوا شوف اجتهم تعليمات انه لا يقولون هذا عرفت شلون ايه اجتهم تعليمات والمستشفى صار وترى هو ها وبعدين طلعت انا بث مباشر ثاني وثالث قالوا لا هذا يمثل عليكم سجل هذا يمثل ما عليكم بي وكذا ومن هالحكي دين ملة ضايعة أصلا أنا ما أدري شلون البكرين إلا أن مقتنعين بهالمشايخ هذولا يسموهم مشايخ ما مقتنعين لا أتكلم على عموم الناس عوام الناس يعني مبين دجلهم يريحوهم هذا يطلع العرعور أيام الثورة السورية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا حياكم الله شايفين حركات البهلوانية شو يسوي بالسيف يطلع ابن فضحة نذر علي لله أنني سوف أقتل بشار بهذا السيف وما أدري كذا وما أدري شنو وبعدين صار عندنا سلاح متقدم جدا صار عندنا سلاح متقدم راح يغير المعركة وقوانين وشنو القوانين المعركة على الأرض
فاخر شيء مطلع لهم درون الخبل هذا درون مطلع على الاساس كل السلاح متقدم درون درون هذا ما درون هذا الصيني اللي يشترونه يركبون رمانه ما ادري شنو ان شاء الله على اساس راح الذم يعني الشيء. هذا السلاح اللي غير الان الله صار شيء عظيم يعني خرابيط كلها بهلوانيات سخافات تفاهات وبان كذبهم يعني بان كذبهم ودجلهم وش قد استربحوا من هذه هم شنو سووا الإنسان البكري مسكين ضحك عليه استغفل شفطوا جيوبه بس هي لا قضية عائشة ولا أمنا عائشة ولا ماما عائشة ولا مدري شنو هي بس هذا الشريط كان أيامها وهذا الحكي مو الآن أيام الإنترنت وواتساب ما كان ذاك الوقت SMS ارسل رسالة MSS أنا في حملة أنا شنو في حملة دفاع عن أم المؤمنين ما أدري شنو سموها حملة حملة أبناء عائشة هي حملة أبناء عائشة وأنا مع محاكمة ياسر الحبيب جابوا له محامين من الكويت من مصر وأنه إحنا درسنا الموضوع سوينا استشارات مع مكتب محاماة مدري منه في لندن وقالوا القضية مضمونة 100% أتذكر واحد كان يقول 100% القضية مضمونة 100% يعني عرفت شلون وما أدري كذا ونحتاج هالمصاريف حتى نحاكم ياسر الحبيب ارسلوا SMSS MSS شنو SMS SMS يلا زين ارسلوا هو نفس هذا الشيء انا اعطي فتوى بقتل ياسر الحبيب اي هذا غير فتاوى القتل هذا ادري هذا اللي شنو يقول زعم الفرزدق وان سيقتل مربعه ابشر بطول سلامه يا مربعه اي يعني على ما دام أشي عادة أشي يعني أدري أنا بسوالف بس القاصد هذا راح والناس تدز من هاي المسجات SMS ويحسب منها يحسب ملايين تكونت ليش لأنه ضموا كل قنواتهم إيه صحيح صار 18 قناة 20 قناة ما أتذكر كل بث موحد مشترك من شرق العالم من الخليج إلى المحيط عرفت شلون كله صار بث مشترك وحملة أبناء عائشة أمه يا أمه لا تحزني ما أدري شنو هالشكل إيه وما أدري كذا من الحكي غريب يعني كذا زين هسه الآن بعد كل هالهوسة هذه وهالطربقة وهالشغلة هذه والبكي طبعا البكي التمثيل العجيب هذا يطلع اللهم عليك بالرواف اللهم مدري شنو اللهم سلط عليهم السرطان اللهم ذاك بعد غير شيء ذاك مع المغرب هذا المهاري والطبيعي ذاك ذاك أرجوكم جيبوه هنا أنا راح يعني يسوي جو يعني صراحة لا ينسى فلها تحشتنا عايش يسوي له فيلم عايش يرد يسوي له فيلم أوه عجيب جمع هالأفلام لا يعني كوميدي على مخبل على أكشن أحسنتم على يعني طراز فريد من نوعه شون يتكلم والشكل ويشنج وينفجر وحركات يعني طراز يعني جدا فريد من نوعه يعني ودوه مهرجان كان هذا مرشحنا هذا كلش تمام يعني أصلا ما أدري ليش ما جبناه بالفيلم والله هذا أكو دور بالفيلم جدا ينفعه شيخنا مو هذا يعني شبهه لا ما يشبه لا ما يشبه شيخنا أحمر مثل شريفة بنت الإمام الحسن صح قبرها في العراق أنا ما أدري ولكن أنا أقول كل أهل مدينة أعرف بالمدفون فيها ومشتهر هناك أنها هي مدفونة هناك يعني أهل المنطقة هذه يقولون هذه شريفة بس هي شريفة ما عندنا بنت للإمام الحسن المجتبى عليه السلام اسمها شريفة هذه غالبا سيدة حسنية من سلالة الإمام الحسن من ذرية الإمام الحسن ذرية الإمام الحسن يسمونهم أشراف والسيدات من هون يسمونهم الشريفة
عرفتوا؟ يعني تعارف الأمر على هكذا، ذرية الحسن عليه السلام يسمون أشراف، ذرية الحسين عليه السلام يسمون سادة، هنا يسمون هذه شريفة، هناك يسموها شنو؟ سيدة مثلا أو علوية مثلا. فالظاهر هالشكل يعني. يعني مكانها زين عفوا مكانها يعني لا بس واحد يروح يزور برجاء المطلوبية لا بس. أنا زرت الشيخنا برجاء المطلوبية لا بس. وزرت وتعرفت على ناس هم أبا عن جد هاي المنطقة يعني هي البساتينهم. إيه. الولد صارحني شافه قال لي ماكو شيء اسمه بنت الحسن. عليه السلام. نهائيا ماكو شيء. وإنما إحنا وعينا على الدنيا كان قبر صغير يقولون طفلة صغيرة متوفية هنا يقولون هاي تابعة من ذرية الإمام الحسن من هو قلنا إحنا ذرية الإمام الحسن ماكو يعني حتى وين طلعونها بالإعلام وكذا ويقولوا هذي هذا المقام شلون هسه هاي مال القطار اللي طاحت هاي طلعت مادين أنابيب وناس تريد تترزق الله حاطين على اساس القطار انا رايح زايره ترى القطار قديم قديم القطار لا يا بطلعت جدد لا مو لا هذا هذا اعلام ولا الصندات التجاريه قد احنا الكبير نعرف يا وجود هذا مات الماي والقطار عد شوي شوي طوروا سوى مقام جابوا لنا انابيب والبواري قال هناك تكرم التواليتات مغاسل شغلات هذه خب يحتاج مي اجوا جو صوروا تعاشوا ذا الصندات مدوا حتى قشمونكم الحكي هذا مو معقول قديمه والناس تزورها وتجي يعني قبل بوار الصندات اصلا قبل ما يصير لها مقام احنا نعرفها هذه مكان قطره كان كانت مكتوبه ذا على طريق كنا نروح من كربه نروح سوريا على طريق هنا قطات امام علي أيوة ما كانت مقام بيها مجرد صخره ما كان فيها مقامين اي بس هذه لا مو مال ينقط منها مي كان بالفعل مي بيها صخره هذه زين المقام مال من الموجود فيه شلون المقام الموجود هذا اللي صار بعدين هذا انه سووا انه بسبايا هنا هو هنا إيه هاي السبايا هو هناك كلام هناك كلام إيه. هي صارت تجاره بالعراق الواحد يسوي له امام امام العمود سامع بي عمود وحاطين عليه رايات جانب شيخ عمود ما كهرباء عتيق قام زنجر يقول هذا ينطبرات يعني هاي موجوده يعني لا تستغرب هو شوف في كل ملة وفي كل يعني شعب يكثر فيه الجهل يقع فيه الاستغلال يعني هو يكفي واحد بس يسوي له أي مظهر من المظاهر ويستغل الناس دينيا بحسب عواطفها والناس تمشي ناس جهلة يعني ولذلك نقول يجب دائما زيادة الوعي زيادة الوعي وأن تكون هنالك سلطة دينية قوية ليجب على المرجعية أن تقوم بدورها في عملية تطهير وكنس ويعني تنقيح مثل هذه الأشياء شغلة مثل إيران ياسر وناصر أكو له وجود ما أدري أنا ما شايف يا أولاد الكاظم عليه السلام لا ياسر ولا ناصر رحم الله أنا ما شايف جاي يصير مثل إيران عندنا بالعراق هو كل مكان هالشكل يصير علوية خضروات كل يوم طبعيها أيام السيد أبو الحسن الأصفهاني علوية خضروات علوية خضروات شيخنا أيام السيد أبو الحسن الأصفهاني وكان مرجع الشيعة في عصره هو كان من عادته أحيانا يخرج خارج حدود النجف يروح يتعبد في بعض الليالي ويرجع بعد الفجر وكان يخرج بلا حاشية من طلبته من تلامذته ويكون حاسرا أي بلا عمامة بلا رداء كذا بس يروح حتى يختلي شوي يتعبد الله بعض الليالي ويرجع بدون ما حد يعرف إلا القليل فمرة من المرات في أيام رجوعه شاف واحد جاي يوقف الزوار اللي ماشين ويقولهم تعالوا بسوي لمكانة شي مثل مقام الشكل قالوا تعالوا هنا هذا مقام الإمام الحسين عليه السلام استغرب هو وعارف مسير الحسين عليه السلام وين يروح وين يجي ويعرف أن الحسين ما مر بهالمنطقة أصلا فأجي سأل هذا قال له هذا شنو هالمكان قال إيه هذا المكان الإمام الحسين عليه السلام من إجا جاي يروح إلى كربلاء توقف هنا وصلى فيه ركعتين قال له بس أنا أعرف مسير الإمام الحسين عليه السلام الإمام الحسين ما مر بهالمنطقة أبدا قال له ولك أنت إيش تفتهم أنت تفتهم لو السيد أبو الحسن الأصفهاني يفتهم
ما يدري بيه هو. السيد أبو الحسن أصفهاني يقول هذا مقام إمام الحسين. قال إيه لا طبعاً إذا السيد أبو الحسن يقول بعد خلص يعني. راح راح رجع رجع قال لي تلامذة روحوا لي جيبوا لي إياه هذا. راحوا جابوه جابوه عمره ما شايف السيد. زين عمره دخل شاف إيه هذا نفس السيد بس طبعاً بعمامته وكذا وحاشيته وقاعد بصدر المجلس بالبراني مالته. أول ما شافه قال سيدنا دخيلك. سيدنا دخيلك على طول على طول. قال ليش سويت هالشكل أنت؟ ما يجوز الكذب على المعصوم عليه السلام. أنت الآن كذبت على الإمام الحسين عليه السلام كذا. قال والله شو يسوي سيدنا؟ أريد نترزق الله أريد ما شو. قال بس هذا ما يجوز. أنبى عاتبى كذا. بعدين قال لواحد من حاشيته روح جيب المبلغ الكذا انطيه. قال له شوف هسه أنا انطيك هذا المبلغ تروح هذا تهدمه هذا المكان لا تلبس على الناس وتكذب على الناس وإذا محتاج فرد شيء تعال لنا احنا نعينك إن شاء الله. فقضى على هالمسألة ببساطة. لو هذا مستمر ترى زين ما جاء كان هسه شوف الله العالم شو صاير كان هذا المكان يعني شيخنا يعني هسه الجماعه وقفنا قلب علويه خضروات خلي واحد اي واحد يدق بالانترنت هسه يطلع مقام علويه خضروات شنو هذا؟ عم بنت الحسن يقول هاي طلعوا شنو يعني مقام خضروات؟ اكتب اكتب علويه خضروات تطلع لك مقام وقبة خضراء وكذا وهذا بنت الحسن بكل مكان. انا اتذكر من كنا صغار بالخالص اكو مقام بالدوره يمنا بنت الحسن بالدوره مقام بنات الحسن بالعيد بالمناسبات نروح هناك هي قريبه بين البساتين نزور ونقعد نسوي شاي والبيض المسلوق والبوتيتا ونلون البيض ونحير شو نسوي ونحوش رشاد من الطبيعة هاي البرانية. المهم بالكفاح ما كان خالد وأنا أتذكر كذلك حتى في بلد بلد سبع الدجيل عليه السلام هم أكو مقام هناك مكتوب بنت الحسن عليه السلام. بس مو بالضرورة كلك خالد مو بالضرورة بس احنا نقول أهل كل منطقة عادة إذا تعارفوا على شيء يعني وكان نقلا عن آباء عن أجداد المفروض إلى شيء من ال يعني الوجاهة هذا المكان وكما قلنا يكونون من الذرية يعني لأنه هي الذرية ذرية الحسنين عليهم السلام اتطشرت بالعراق يعني واتطشرت بإيران واتطشرت حتى بالهند واتطشرت بأذربيجان عندنا بنات الإمام الكاظم عليه السلام مدفونات بأذربيجان شوف يعني وعلى ما ببالي هنالك بنت أو ولد لأن الإمام الكاظم عليه السلام كان أكثرهم أولادا وبناتا واحدة منهم أو واحد منهم في روسيا أيضا يعني شوية أبعد من أذربيجان يعني هذا كان حال السادة ملاحقين في العالم يعني فلا يبعد ذلك. طبعا هذا مو معنى أنه كلهم صلحاء كان منهم تعساء كثر وكان بعضهم أصلا زيدية حتى ما كانوا مؤمنين يعني من أولاد الإمام الحسن أي من أولاد الإمام الحسن من أولاد الإمام الحسين عليهم السلام من أولاد الإمام الكاظم أصلا بالمناسبة معظم أولاد الإمام الكاظم منحرفين نعم معظمهم يعني من الأئمة طلعوا من حرب من إيه معظمهم نعم سمحت الشيخ عفوا أنا مقاطع حياكم الله في أمان الله مع السلامة أصحابكم السلامة الله وياكم شوفكم خير في أمان الله مع السلامة وكذلك الله يبارك بكم أهلا وسهلا في أمان الله وحفظت أصحابكم السلامة في أمان الله شيخ صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ورحمته وعلى عاده